سي محمد عبد المحب ومرحبا بيك. اهلا بيك. باش نعطيك القواعد ما ثماش مونتاج. كل شيء يبقى يتعدى كما هو، ما يتقسمش حتى شيء. الاسئله باش تكون محجب، باش تكون اللي يدور في الشارع ما غير رتوش ما غير حتى شيء. مرحبا. وما نرغبش بالاجابات الدبلوماسيه والاجابات لا دبلوماسيه لا اسمها له، في برشا حالات اسمها دبلوماسيه وفي حالات نجاوب رتوش ان شاء الله حسب الحال. نبدا سي محمد عبد، وقتاش دخلت العمل الحقوقي السياسي؟ بدا بداية حياتي ساعة قبل الوصول للمرحلة الرحلة. مش قبل 99 نشاط عمل السياسة 99. سنة 99. 99 مربوطة بالمحاماة. رسمت في المحاماة، من بعد في مجلس الوطن الحريات، الدفاع في قضايا الرأي، تقريبا هكا بدات. من بعد بدا المطلوب من الجمهورية في محل واحد، تقريبا هذه هي. أنت تزجنت أنا بعد. إي. علاش؟ 2005 تجنت بناء على مقالة الشر وقتها بن علي شارون، تجنت في واحد مارس وتحاكمت لزوز قضايا، القضية الأولى هي قضية صحافة في أربعة عموم وقتها قومي وزوز نشر أخبار زائد فدعا السكان الخارقة والبلاد إلى آخره، ثم دور القضية ووضع كتابات على ذمة العموم مشان نضع كاسة في نظام عام، والقضية الثانية قضية نتاع عنف ضد زميلة بعد ما وقفوني على قضية صحافة قالوا لا راه ما وقفلوش على قضية صحافة قضية عنف. قالوا جماعة مستحيلة والدليل موقف ورقة الصحافة، فوقتها جابوا ملف من سنة 2002 يتعلق بالعنف. لكن يشوف عملت ريشيرش لقيت اللي المنظمات الغربية في القضية بتاعك ما قالتش اللي على خاطر بن علي شارون، قالت اللي على خاطر انت شبهت سجون تونس بسجون الأغرية. هل ان حكاية بن علي شارون التشبيه هذاك يقلق الجمعيات اللي برا ما يحبوش كانوا تسميت وكل حاجة دونك خذاو هذيك وبعد الخير ما كانش سي باسي؟ لا هو المقال تنشر نهار 28 في الليل في تونس نيوز، في الوقت اخر نهار في الشهر في 28، غدوه يدور يقرا فيه الناس معناها الكل، ونهارتها تم الايقاف، ولكن الايقاف كي تم تم على قضيه مفتوح فيها تحقيق قبل تقريب بشرى، قبل بشرى اللي هي في اوت 2004 واللي تتعلق بمقال اسمه ابو غريب العراق وابو غريب تونس. معناها النظام ما حبش يقول لي احنا شارون باش ما يغشش الاسرائيليين. لا ما عنده حتى علاقه، النظام وقت خدم خدمه كبيره برشا وتحركت معه حتى جمعيات يهوديه قريبه من اسرائيل، كنت يهوديه قريبه من اسرائيل مش خاطر يهوديه كيما الجمعيه تاع الجوليست في باريس في فرنسا وكل المقربه كانوا يسلمون اليوم على القضيه هذيا. تحركوا الدفاع للنظام بن علي على اساس كون فما ناس انتي سيميت يحاربوا فيه. بالعكس النظام كان تعرف انت مع سيم السدرين من قبل غلط السفاره التونسيه بعثت كاسيت فيديو فيها سيم السدرين تنتقد في الكيان الصهيوني بعثوها لجمعيه يهوديه في فرنسا هذا معروف في نظام بن علي في المغرب بالعكس هذاك علاش هو تمكن من تمشي لمده طويله كان حاس ان فما جهات معينه معاه لكن ما حبش يعدي الملف نتاع بن علي شارون اللي اثار مثلا عائشه امامي محاميه شبد المقال تاع بن علي شارون قال ها هو السبب الحقيقي الايقاف ما ساعدوش لانه يحسوا فما تحقير كبير لبن علي وتحرجهم من المساله هذه، ظهروا لهم اخف بغريب العلاقه بغريب تونس اللي هو فيه نقد الرئيس بيه وكان يقول انه لا يستحق ان يحكم تونس ولا يمكن ان يحكم حتى الهوتي والتونسي، لكن ديما اخف من عباره بن علي شارون. صارت وقتها حمله كبيره للمساعدة، حمله ممكن غير مسبوقه بين محامي رقابي حقوقي، لكن بن علي شد فيك صحيح معناها رغم الضغط هذاك الكل رغم اللي صار الاعلام الكل راهم كل شيء مشد فيك صحيح ما سيبكش ما شديك الحبس. علاش؟ المفروض كان النظام في الوقت هذاك ما شنو يعطيك ست اشهر يمسك شويه ويسيبك ويقلبك. كيما عملت في قضايا بالضبط في قضايا ما عطيتني شد فيك صحيح علاش؟ والله هذا يتسفاه انا نسمع اخبار ساعات ولات يقول حتى هو اش كان يقول الوقت كل ما تتسلى هو في التاريخ يتكلم ماليش انا مره يتسلى هو اكيد فما سبب معين. فما سبب معين زاد دخل حتى كي نخرج زاد قعد مهتم بيا برشا برشا كان 17 ديسمبر 18 ديسمبر خاف علينا شويه الحراسه ما حتى 17 ديسمبر 18 ديسمبر بدات الثوره تقريبا الفتره هذيك علي على كل الايامات الاخرى نتاع ديسمبر باش ما نقول 17 18 اما الفتره هذيك الكل بعد السجن كانت كان عنده اهتمام كبير الواش الله اعلم قبلت اللي كانوا يعسوا قبل بعد المسكن نتاعنا فمشكون حتى ولاو اصدقاء بعد الثوره الكل فمشكون قال عن تاويلات معينين لمساله العداوه الشخصيه وين العداوه الشخصيه والله ما اعرف اكيد في السعوديه ممكن كانوا يسوون معها ما صارتش محاولات صلح ولا محاولات نيغوسياسيون مع النظام في الوقت هذاك بينك وبينه حتى في العقوبه السجنيه للاعتذار لفكان المشكل تحت السجن؟ بن علي قبل في الفتره قبل السجن جات برشا محاولات فمشكل قريب المحامين التجمعيين جاو يحكي معنا على اساس الحوار والكل لان نعطي شخصين علاش؟
انا اذا كان واقع وحقيقه معناها ما فماش علاش لا ما نسيتش اسمي اذا مادام يجرى عليه بالمناسبه في محمد ما يجربوش عليه برشا ويعرف برشا محمد الموضوع هذا اذا جرى حد يحكي معك راه صاحبك وانا راه ما عطيتش اسمي صاحبك فبعض شكون يحكي على اساس كنا نتحاور وما نتحاور وما نتحاور يا اخي ثم ما نتحاور ونحن نحب نصلحوا اللي نحب نصلحوا في البلاد قدام هذايا نحكيو على تجمعي وطبعا جات رسائل التهديد قبل ايقاف الحق من عليا راهو ما مع الواحد كيف انا الى حد ما معناها معروف في محامي ويقفوا معاك وضرب جلايه وكذا كاش عنده مصلحه باش يحط الحبس فبالطبيعه عمل برشا محاولات في وقت من الاوقات زاد بعض اعوان الامن معناها فهم شكون قرا معايا في السلة قبل راني عن طريق زميل لك دراسه الوقت في الدول قالوا قل له توا يتوقف راي ما كانش باش يصير له لمصلحه احد في معنى تهديد خطير نتصور القتل ولا حاجه كما هكا فجاء تهديد اليوم كتبت جواب طبعا عليه اللي هو وقتها اسمه فوز كما قال كنت نشرته في السينوز اللي ديسمبر ولا حاجه كان في الاربع ذكرت فيه معناها كون الشعب التونسي يسكت على التدليس ويقع يسكت على التدليس انتخابات في عبد العلي واللي كانوا تعلموا من الصوره يفسكيو كلام من نوع هذا يا اخي ساعات نتهجم على ولاد بلادي يا اخي من باب كون تحث الناس كون يفيقوا يا اخي هكيك كانت ردود الفعل مع نظام بن علي بعد مدة كانت فما رسالة لجمعية القضاة، فما قضاة في المجلس نتاعهم يتولي زاد تهجموا شوية وقالوا لابد من حالاتي وكذا، فما واحد من المحامين جاء قال راهو يحضروا لك في دوسي ولكن قاعدين يدفعوا في القضاة باش يكونوا هما معنا اللي حركوا إلى ردودك على أساسكم نحكي القضاء فاز أو جزء منه فاز. من بعد ما قال طبعا بعد عقوبات تسلطت على العائلة تعرف كان عندنا ما نحبش نحكيو ياسر المسألة هذيا ولا ما كانش نحكيو فيها في عبد العلي خاطر كي نحكيوها في عبد العلي خاصة قبل السجن يفهموا الناس كون الراجل هذايا تصر على في على خصوم وفي تونس راهو كي تحكي ياسر على تعذيب ولا على انتهاكات ولا على القدره على التجميع راهي تعمل دعايه للنظام الاستبدادي نحن خذينا حتى من خايف العراق بل كي كانوا يعملوا في دعايه لنظام صدام حسين راهو تصدروا عمال الى اخره يزيدوا يبثوا الفكره اللي حبي يبثها صدام حسين وهو كان الشعب لازم يخاف منه فالحق انا اكون متاكدين معناها السبب في عقل القاتل ما كنتش نحكي ياسر على التجاوزات اما يجي حتى العائله في مداخيل الكل ينجم يوقفها كل واحد يقول لك اكيد راهو عنده نقطه ضعف معي. في فوسكا بالضبط هذايا جاوبت قلت كي تحب تضرب واحد يقول لك راني وطني ونخاف على بلادي كي تشوفها في مسؤولية ستقال ما تمسش المصالح البلدية نتاع عائلتك لأنه ما غير شيء. هذيك تفركس في مسؤولية وقت في سنة 2010 تقال في السجن ولا موضوع آخر في السجن بدات محاولات تقريب من جمعتين الأولانيين سما جمعتين الأولانيين قالوا راه محمد عبده اعتذر وهذه قلة تحية نتاع ناس ما تنجمش تسمح لا تنجم تقول تاخذ موقف شجاع ولا تنجم تسمح لغيرك أن تكون شجاع. علما كوني راني ما كنتش نفركس باش نظهر بطل خلاف الغير علما كون بن علي غلط في حق نفسه في سنه 2004 كي وقفني علاش؟ انا حكيت حتى بعض زملائي كي خرج قلت لهم راه جات فتره نحن خرجنا من جمعيه المحامين شبان 2004 ما اي اسم الحاجه اسمها معارضه ممكن تحدث تغيير ونقول هذوما يضيع في وقته في وسطه مع كامل احترامي الناس ناظر وغدا ديما نحترمهم مش كل ولكن بعض منهم يسار ويمين بارك الله فيهم ناس محترمين الكل في وقت من الاوقات انا اصلا ميس المقال هذاك تكلف لي غالي يعني بن علي وقت ضرب العائله بناء على المقال قلت كان نغلق وقتها يقول لك ها هو نقطه الضعف نتاعك هذه من الحاجات اللي حبيت نقول لك على اي حال حاول تقريب 6 شهور 7 شهور الاولانيين محاولات محامي بعث محامي بعث الى اخره كان يكتب رساله فقط الرئيس ما حاجتوش به وتايتسيب الى اخره قعدت المحاولات هذه تيله العامين وخمسه شهور من بعد حد زاد كي خرجنا من السجن فما ناس ما عندي حتى صعبات ولا استعداد باش نحكي عليهم الى اخره باعتبارات اخلاقيه تخصني انا واعتبار اخلاقي يخصهم هما معناها ربما دناوي ياسر ياسر احكيهم يمكن حتى على كونه محمد عبد الله اعتذر بن علي فما واحد اعتذر عفوا نحن اعتذروا بن علي في السابق لا اعتذروا بن علي في السابق نقول لك خرجوا من السوشيال ميديا او سهل تنجم واحد تعتذر له اليوم وغدوه ولا تروح في دار في الليل تحكي على الجزيره ما فاتكش بن علي وليت برشا ناس في موقفهم الحق تراجعت بعد ما خرجوا من السجن ما كنتش منهم الحمد لله. انت عذبت في السجن ما عذبتش؟ والله هو موضوع حساس اما بالمعنى القانوني ما تعرفتش دور هما حبوا يستشهدوا بها ضدي في وقت من الاوقات كي قالوا لهم محمد عبده جات منظمه حقوقيه تعمل قوم تعذيب الكل قالوا لهم محمد عبده يشهد اللي هو كان في الليل يسمع في ناس يوصل ضرب على الحيط الكل ما كنتش على الشيء هذا وما حتى ضرب جوع الموضوع هذا قالوا لهم لا مش يساوي بالي محمد عبده هو بيت وقال ما عذبونيش فالحمد لله كانت عندنا نوع من المصداقيه حتى عند تعذيب في وقت من الاوقات. ثم روايه تقول اللي وقت قبل الاختيار نتاعك كان عندكم مبيت جامعي. ايه. كريتو الدوله من عندكم 90 مليون. اكيد. وبعد ما دخلت انت للسجن نحوكم بالكرات على المبيت الجامعي. ونتذكر بالذات هكا تصريح انت عملت وقتها قلت اللي الدوله معناها ضحات بالطلبه اللي يسكنوا هذيك بمجرد تصفيه حسابات سياسيه. لكن المشكله هي مشكله الطلبه.
فعلاش انت ما خليتلهمش حتى خدمة الدولة معناها خليتوه يبقى مصلحتك الطلبة مش بدك الطلبة، علاش ما خليتلهمش انت ما بيك حتى كنت الدولة معاش تخلص ويكمل العام تاعهم دراسي يعني كجهاز للطلبة إذا كان مش كنتك بالحق يا الطلبة مش تسعي عليهم. والله ما نعرفش شنو تحكي. الموضوع كما صار مش كما قدمت انت، هذه الدولة كارية مبنى لتستغله كما بيت 4500 وما طلبتش في السيدة المدة الأخرانية قال لي وليت نعرف السياسة من 99 إلى آخره خاف كانوا في وقت الوقت فيقوا فسكتنا ونرموها أكثر. أنا ماشي في هذه الكل. وين الوقت نريد وجاء المغرب العراق المغرب تونس وقت عندي شكون في ديوان الشؤون الجماعية جاي قال لي التعليمات جات من الرئاسة والتعليمات اعطوها المدير المبيت هو كونه يخرج مهما تكون الظروف لا تخاف في كونترا لا تخاف في شيء. وقت كونترا مازال كيبدا معناها الدولة مجبرة كانت تخلصها ثلاث سنوات إذا بقى محل المغرب. ولا يهمهم ولا خلصونا حتى في القديم ولا ضوء المال ولا يهمهم بعد يخلصوا المغرب. ووقتها تكلفت الطلبه يمكن 270 ولا 250 طالبه، المحلات التجاريه الموجوده غادي كلهم ضروا، البنات عملوا لهم ليني جديده حطوهم في فوية في قريب باب عليهم في مكان معنا خالي شويه وكل وحتى عملوا امن غادي يعسوا حتى صارت الدراجات، كل هذه الكل اللي معاقبة شخص علاش عم نقول؟ تقول انت قلت لهم يقعدوا علاش؟ ما تخطرش على بالها كي كمان قالوا الشارع ما نزلوا نقولوا لهم فوية مش مطروحه على كيما نقول. هذه لو حكيت لك بعد سجن بالمناسبه في السابق انا قلت لك انا ما نعملش دعايه رب العالمين قلت اصدقائي وفعياتي معي في المكتب الى اخره لازم يعرفوا الناس اش قاعد يصير انا اسرار وما غير اما بالنسبه للعموم راني ما نحكي لهمش خاطر كما قلت لك راه يستفيد منها النظام خاطر فما ناس بتفهم يقول لك يتكلم ويتكلم لك الثلاثه قاعدين يخلصوا ونحن مش قاعدين مش يخلصوا هذا هو. انا نحب نفهم اذا كان الدوله كريمه عندك حتى المغرب يعني انت بديت تاخذ السياسه بتاعك من 99 يعني من 99 حتى 2005 ما كانش نظام 2004 ما كانش نظام ضيق عليك ماديا عليك الدوله كريمه عندك وكنت لاباس يعني هذا انك ما كنتش تقلق ولا ما كنتش عندك هكا والله ما نجم نقول لك المهم هو السؤال وكل ما تسال المهم ما عنديش نجم نقول لك انا نعرف تصورك انت ولا عندك كيفاش تنفس الحكايه لا انا تصوري ساعه بالمناسبه انك نعتقد خطا انتم حتى 2004 هم ما يعرفوش وبرشا حاجات غلطت فيها في عاد بن علي اعتقد كونه ما كانوش يعرفوا، كانوا يعرفوا كل الكبيره والصغيره، كانوا يعرفوا اي كونترات صح وكانوا يعرفوا كل شيء عندي في بيرو. واكثر وقت تاكدت فيه انه كانوا يعرفوا كل شيء هو بعد صديق بن علي. انا اتذكر في الفتره اللي توفى برد ربي يرحمه 2007 كان لابد من تهريب الممتلكات نتاعي الابناء، لانه في لحظه نجم نرجع الحبس، تعرف سامي معناها كان يكون تجربه تقول لك كل سفره للخارج فما تركيب معين في المرقه صحي خاطر تعرف ديما في المطار كان يكون ترجع الحبس ديما هذه الاشكاليه عندي. فنذكر فما مره باش نكتب العقد نتاعي نتاع الدار خليها البيت في الحمام باش نكتبها لاولادي باش نسجل العقد هذا في دفتر خانه نقول عندهم قدرات كانوا يدخلوا في الاداره يدخلوا كل شيء نجموا يحرموني من العمليه كما هذه وهما يومين يتبعوا فينا نقول شو الحل؟ الحل هو سكر البورتابل خاطر كنت نعتقد كون بالبورتابل اللي يتبعوا فينا وفي بس باش تدخل ما بين نابل والحمامات معناها المثنيه العاديه حاول تعمل دوره طويله على البطولات الى اخره عملت هذا الكل وصلت دفتر خانه في نابل المغرب البورتابل ما حدش نقاوم جنبي كانوا عندهم كاين يقول لك اسقط نظام العلي فهمنا كانوا ما كانوش يتبعوا البورتال كانوا يتبعوا غير معينه خليها في السياره. هيك هكا كان يخدم النظام العلي المهم كان يعرف كل شيء على الرسوم نتاعه ويضرب وقت هو يختار بشير ابو غريب العراق ابو غريب تونس هو عنده مداخيل اين حيهم قبل ربما ما راش هذه هي الطريقه المثلى للنظام الشخصي ربما. بعد خروجك من السجن ما يمكنش نفس النشاط اللي كنت تصور فيه منه معناها تدخل السجن عملت ماتوريتي ما عادش لازم نرجع للسجن بنفس السهوله اللي دخلت بها المره الاولى ولا عندك سيت عالمي معناها ما عادش ما تكلمت عليه وقت اللي توقفت المحامين سخنوا مع مرمى سخنوا قبل حركه صار حتى وقت الغراب في دار المحامين ايه دار المحامين صار ضرب كبير وغراب كانت العباد الطوائف السياسيه كل وصار في شو لكن ما يمكنش كما كنا نصور نتاع انسان نسيبوه معناها مركب مطلوب ما عادش الحبس وشدوا عنده ستريجيتيميتي تاع واحد ويعرف اللي ما عادش ينجم يدخل الحبس بنفس السهوله اللي دخل بها المره الاولى. كنا نصوروا منك اكثر سيرتو الاعوام الاخرى في 2009 في 2008 في 2007 كنا نستنى منك باش تكون انت المقاع النظام معناها تبدا ولايه تو ما عادش عندك ما تخسر تكون في موقع قيادي بارابور نقد النظام لكن بينما انك الوقت بجموع متوسط لما كنت واقف في 2004 اقوى واش تحدد من الوقت اللي بعد كيفاش فسرت هذا الشيء؟ الفصل كان غلط هذا شنو نجم نقول لك الفصل كان ربما من منطلق من تفسير معين انت اما عمليا طبعا عدد الظهور في قناه الجزيره ارتفع جدا عدد المقالات زاد عدد المواقف اللي ظهرت في العلن اكثر من قبل فانا اعتقد كما سمحني كلام غلط كنت ممثل الحزب الوطني الجمهوري من 2007 حتى 2010 في حركه 18 اكتوبر كنت محاصر اكثر من قبل
مش نقول لك محاصر معنا ملعب مشيخة تكتب محاصر تنجم كان في الجزيرة ومحاصرون. نذكر سجلت في قفصة في الحوض المنجمي سجل الجزيرة في الحصاد المغاربي وعشر بوليسيين تحت الكرب ولا خير تكع شباب ولا خير دز كل حاجة في البسيطة. فأنا أعتقد كانوا معاملة كغلطة على طول خط ياسين أما من 2007 ل 2010 كانت أكثر فترة ظهرت أكثر ياسر من قبل. فيما يخص خروج الخارج كنت ممنوع من السفر ملي خرجت حتى تاريخ مارس 2009 قالوا لي فما خطأ وتنجم تفضل تسافر على روحك. سافرت في جوان وفي جوان كنت موجود في فرنسا وموجود في الحرة وموجود في الجزيرة مسجل في السبيوت هذيك كنت موجود في جنيف في المنظمة تاع المهاجرين وحكينا على النظام هذايا اللي مازال وشرة كانت ترجع على الجزيرة مباشرة وقتها وهو شكون وقتها مع الخطاب بدا موجه أكثر للنظام أكثر منه كما كان قبل لشخص الخطاب حتى في المربعة كنا تكون معنا كانت الناس كل تحكي عن النظام لكن قلنا كانوا جرؤوا على شخص الرئيس ولا شرعية الرئيس. هو 2007 كي خرجت الناس عندهم جرؤوا على النظام العندي أكثر بكثير من اللي خليته فيها 2004 فقط للتاريخ لو ديما نرجعوا للتسجيلات اللي كان يكتب اللي حاب يعمل دراسة في الموضوع هذا تأكد. أنا أذكر في سنة 2000 كنا نجيو بسقوط بن علي أكبر المعارضين معنا صغار أظنونا مكيدة 99 إلى آخره يوصلون لها شي بشحتة. أنا أكدك في اجتماع كي تجبد اسم بن علي عمل فيه الكبار يفرحوا بالتباع ولكن حسوا بحاجة غريبة برشا برشا. 2004 مازالوا الناس تحت الرهبة شوية إلى حد ما ولو فما تحدي فما بيانات خرجت التصدي مثلا لتمديد الدستور مش برشا ولكن صح فيها برشا جمعيات مش معظم الناس لكن برشا جمعيات موجودين. 2007 كانت فما أكثر حرية في نقد بن علي تفرض النقد هذايا بضعف ربما النظام ماذاش نجم نقول. كون يكون انسان معتدل بطبيعتي لاني من قبل معتدل معناها مثلا عنف ما تعرفوش. وقت اللي انت في السجن كان تجيك فلوس من منظمات من الخارج عن طريق احدى الحقوقيين؟ رفضت زوجتي لاحدى السفارات مانيش نسمي لك كومبري تاع وما فما حتى جمعيه ساعدتنا ماديا ولكن الهيئه الوطنيه للمحامين كانت تدفع مبالغ لايت تاعتها. فما روايه تدور على المواقع الاجتماعيه اللي كان بعض المنظمات تبعث لكم مع احد الحقوقيين شهريا وبعد اكتشفتوا اللي شهريا توصلكم ناقصه وصارت عليها بلده شويه لكن انتم قداش دارت هذه وقتاش؟ نصور عندي في وقت منك على الفيسبوك انا دارت برشا برشا لا خاطر قبل السحاب في جمال فات تحكي لي حكايه كما دير نحن بدينا نزعج منها شوي ما نجمش واحد يجي يسال سؤال شخص كيف انا ولا اي حد كان بناء على معلومه صادره شخص ما على سبيل المثال انا جاي صحافي في جمال فات سالني سؤال غريب شويه مش غريب برشا قال لي البنك الافريقي للتنميه وبتخدم مدري شنو بس سالت في قلت هذه حمله وعملنا اشكاليه ضد الناس هذوما ان شاء الله يقراوها وان شاء الله يتحملوا مسيرتهم وسالها بصح واحد يخدم في البنك ولا وزير ومعروف مش قضيه معنا قلت حيل ورغم ذلك كي سالني سؤال مقبوله منه قال لي باش نسالك حاجه اخرى انا خبر خرج اليوم خرج ويقول لي انت استقلت خاطر عندك شيء بدون رصيد قلت خلاص من هذا الحكايه قال لي مش برشا قلت ما غيرش برشا وتجي تسالني فيها كصحافي ونولي نحط روحي في موضوع نتاع مش قلت لك لان عندي برشا احترام للجمهور اللي ينجم يقرا اخبار كيما ذا يصدقها كان صدق ولا كاين دليل على انحطاط مع نظرتهم لانفسهم الاصل كان الانسان يصدق لو فما ناس باهيين في المجتمع والا يخليني نفهم كونه يغزل النفس ويرى روحه ما فما شيء جميل فيعتقد كونه ما ينجمش غيره يكون على درجه مجموعه فاذا بعض الناس ذكروا حكايه كيما ذي وعددهم صغير ومعندهمش مصداقيه حتى من باب احترام الكرامه خاطر نحن توا يوميا كل واحد يطلع طلع الى اخره راه ما عنديش معناه ما يكفي الحق معناها هي الحكايه دارت قبل ودارت في على كل نحب نقول لك حاجه نحب نقول لك حاجه كي جيت نهتم بالفلوس فماش واحد في المعارضين تعرف الكل كان عنده ممتلكات في عائلته الى اخره كان يعرف كان يعمل حدود اللي عنده فلوس اكثر ناس ما عملتش حدود هي اللي ما عندها ما تخسر بعدين نحب تعرفها ما كانتش موجوده في عهد بن علي في عهد برشا ناس كي جات قضيه الفلوس راه بدا روحك خاطر بن علي كان ينجم يحيي كل شيء وبالمناسبه ما خرجت نظام بن علي انما اكتشفت من الموظفين بعد من الوزير جاو قالوا راه عطاو تعليمات في خلال 2010 في التجاره بالاسماء اللي كنت بعيد بشكل عام بكثر. انا حبيت نقول لك مش قضيه بالنسبه لنا احنا الفلوس فما تسالنيش على الحكايه كما ولا ما نعرفش انما في المقابل نعرف كون المحاماه دفعت مبلغ مالي العائله كل شهر. ومحور السؤال مش اللي تاخذ الفلوس ولا ما تاخذوش، محور السؤال هل انه صحيح الروايه تدور حتى الاسامي اللي تداول راه ما عادش حتى مش ما عطوش ايفوات اللي كانت يصوروا يجيكم مع سيما سيبيين من بعد اكتشفتوا الفلوس تصير ناقصه فصارت عليها مشكله صغيره وخذت هذه الاسره ولا تيجي في الفلوس هو هذه لما اللي باش ما نخليكش تعب روحك برشا الحكايه هذه سامحني معناها فيها زوج حاجات فيها شيء يخصني انا راني ما نخش فلوس ما نخش انا مثلا صارت جمعيه اجنبيه اعطتني في وقت من الاوقات فلوس ووصلها لبعض التواصل المحرومين ووصلت وكنت بسيط وتشرف بذلك واذا قالوا لي تاخذ معاهم قلت ما نخش لان عندي مداخيل والحمد لله كاين جمعية هذه؟
مش موضوع عليه، مش قضية كما تعطي فلوس. لا ما مش بيها. نقولوا زاد بلاصة صعبة مع بعضنا كيما توا، فما مشكلة أخلاقية زاد يلزمنا نتصالحوا مع بعضينا كتوانسة. فرجوا شنو الناس ياكلوا الضرب حياتنا الكل من بعد نشدوا عليهم دوسي، وفما شكون هذا يلعب بصحاب شكون ياخذ وفما شكون وصل كمان. ما أنا ما ناخذش. في مقابل ذلك يبعثوا لي في سفرات يخلصوا هما البيي ويخلصوا هما المصاريف هذيك القاعدة معروفة عندها الناس الكل ما عندهاش ما يفهم الإمكانيات مهما كان عنده فلوس باش نجم ندور العام داروا ما عندهاش حتى ما يمشي عنده فلوس. هذا شيء. شيء ثاني التشكيك في سي ام اس الدين مش على قلبي ناس سي ام اس الدين. صديق صديق مش على صديق ما عندهاش علاقة فماش أصدقاء بياخذوا فلوس. سي ام اس الدين المعلومة حكينا حبيت نقول لك مش نقول لك حاجة بالنسبة لسي ام اس الدين فوق كل الشبهات. والمرأة هذيك امرأة عظيمة برشا فما مشكلة في تونس اليوم ما عادش فما حتى حد يقدر حتى حد. ونفهم راه مش كنقول لك هذايا معناها نحبوا بالنظر للتاريخ يصفقونا والله ماني طالب من حتى حد باش يصفق لي دوير نقول لك حاجة برشا غالطين تو يحكيو على تمور ياسر وشون. أنا جاني سينونس في المرزوقي والله للتاريخ ومعها عملتها هميلة للحمامات والله العظيم أحرجني نحترموا برشا سينونس المرزوقي قبل 3-4 أيام اللي يغلقوا القائمة بتاع الترشحات في المجلس التأسيسي قلت له 14 جون في كان المفروض تاريخي واحد كيفي أنا عاد صبرت. رغم زاد صغير في السن ما بصراحة أنا اعتقدت كوني زي ما خدمنا وقت فما يحكيوش ياسر على الأمور هذه وما يعتقدوش كما نقول نحن فوق الشبهات يا سيدي نتقدم فاركس على الأقل على مجلس نحكي بشكل عام اللي ينشر أفكار كما دي يفاركس على الحد الأدنى من المصداقية فيها نعاود لك حكاية مارك الفريق اللي تنمي أنا في ندوة صحفية وصحافي مع كامل احترامي لي ما نحبش نبعد والكلمة جارحة يقول لي بليكش إذا تفارق الأعمال في البنك الفريق التنمي قلت له توا تخرج إشاعة عندي قدامي 50 صحافي وخدش عندهم صحافي في البلاد تخرج إشاعة على وزير وسيد بيرو يخدم في خدمة في القطاع الخاص ما فما حتى صحافي يمشي للبنك هذايا يسال عندكم وزير هذايا ولا تتعدي ساعة تسال هذا تسال هذا تسال هذا عندكم وزير تخرج وغادي يكون العنوان الأولاني في الصفحة الأولانية وزير يشتغل خطرك وزارته تحب الحكومة في تصويرها. أنا اللي ممكن وتلقيه بتاع تونس. فقط من الأول أنا نجيب لك اللي يدور مهما كان أنا ما نجيبش السياح ولا غلط أنا سألك أنت مباشرة لا نجيبك ما نجيبش مشكلة ما حب فقط حبيت أنا حتى كان ظهر لك جارح ولا جارح يظهر لك أنه سورتو ذات حجم معين نجاوبوا عليها والناس تعرف أخير ما تقعد الدور دونك المنطلق هذا هي رأي يوصل أنا خدمت برشا على الصحافة ما كان نحترم ليك أنا حكمت ياسر سنوات على قناة الصحافة والكل يعني يقولون لك لو فما طريقة لنشر خبر معين هي بيدها مدانة طريقة على الأقل خلي عنده يكون الحد الأدنى من المصداقية الأخبار هو شو ما كانش عوش ما اللي منعنا لقد دس بلك فلان أنك لص فأجب حلو طبعا صحيح واحد ولا قال لنا مجوزة من رأي العام ما يعني أنا مش انتقد فيك من شكل عام أنا معنديش مو نفس الزيوكولوجي نفسي جيب نفس الشارك من محبوبة انا حاب نسالك على حكايه خرجت برشا 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 هي ما هي تفيد الممارسه عندك ودارت برشا 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 في الفيسبوك وخرجت حتى وفاه معناها مشكوك مشكوك في صحتها لانه ما ثم حتى حد ثبتها اللي صارت لك في العوام الاخر حكايه مع مع امن الدوله اللي صوروك مع طفله عملت بها شونتاج باش انت تلف دونك الحكايه دارت برشا ثم حتى شكون نقلك مع حاضر وفاه ما صارش تتبت من صحتها حقيقه حاولت محاضرة. اي معناها معناها هما كانوا يعملوا محاضرة كانوا خرجت هذه من فترة الفوضى من الدوسيات نتاع البوليس السياسي اللي حدث صعص ما نجمش تحط من حاولت صراحة باش تحط من صحتها ما عنديش المية دونك نسألك انت هالحكاية هذيا اللي ودارت برشا 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 اللي صورت مع طفلة قاصر وعمل عليك شونتاج قاصر باش تريد طيب هذه الحكاية اللي دارت دونك كان عندك رد على الحكاية هذيا الاجتماعيه لما وصلت معلومه اجتماعيه سي ما تعرف ما فهمت يا سيدي انت ماكش صحابي محترف بالعقل هذه حكايات ما تتسالش في تصوري انا قال لك تبدا عندها الملف من جديد وتو هذه حكايه معناها نجم يعمل فيها ملف الشخص كيف فيها وتو هذه حكايه اسمها طفل ولا بنت حكايه تي اي معناتها انا تو بنت عمرها 17 سنه تحكي لك بصراحه شيء يحزن وبالمناسبه اللي شدوا على ملفات كيما هذه ما نزلوش الوسم معناها يقول لي قاعد تهز راسي حتى انا 14 في كيف ما حد يشوفك انا متاكد من الصحفي المختلف انا مش نعرف يكون جيب لك كيما هو معناها لا هو كيما قلت لك يحاول خاطر قصدي ينجم يساعد بالمناسبه نشر هذه الحكايه دي نقول لك بالمناسبه انا حكيت ما حكيت قصر جبت انت فما حكيت من وعدي كيما جبت انت معناها انت قلت هذا اليوم لما حكيت كيما ديت حكيت في الفتره وقت نحكي ولا تشكيل الحكومه طبعا فما شكون في السيستم كانوا منزعجين برشا فما حتى اللي بلغوا تهديدات الدكتور محمد عبد الوهاب وزير الداخليه مش هذا السبب طبعا اللي خلاني مانيش نكونش وزير الداخليه هي امور تتعلق ب على بدون نقاش داخل الترويكا وما فما حتى حد يدخل شكون يقع اختيار الوزير ولا غيره ولا مش عندهم نزل الدرجه دي
ما فما برشا حاجات، فما برشا حاجات في تونس، فما برشا حاجات يعملوها الناس مرتين في النظام السابق يمكن، اما شيء ثابت راه ما عنديش ملفات من هذا القبيل. نجيو بالله عليك وبالمناسبه ربي العالمين ما يرحمش خصومي الا اذا لبت مراته، نعاود نذكرك راه بالنسبه لي انا ما فماش مرحله معينه غبت فيها على الساحه، ارجو كل التسجيلات التفاصيل كل تتقاوى كل كذا كله موجود، ونعرف اللي فما في تونس وضعيات شبه اللي تحكي فيها انت، ونعرف الناس اللي تكون راهي. نجيو بالسيتي مؤتمر نتاج الجمهوريه نهار وقت الجام في حزب صح الناس 10 الناس معناها ما 7 مدارس نهار وقت الجام في معناها داير على شخص مش موضوع اكسلراسيون من الاول الساعه ما خداش حظ ميدياتي مليح بعد شويه بشويه خدا بلاصه وبعد كان مفاجاه نتاع الانتخابات وبعد كبر بطريقه اكسبونسيال وبعد تقسم وصارت فيه بلاوز ومن بعد ما عادش فاهمينه ونتصور اللي كان اليوم نصير الانتخابات ما يجيبش نفس السكار اللي جابه نهار 23 اكتوبر. هذا السلسل هذايا انا نحب تفسر لنا شنو اللي صار اون باسون بار النصف المزروع شنو هو دور الموسيقى شنو وزنه لكم زياد دخلت خرجت شنو موقع حاجه اللي بسطها سي معايا الرفع عيالي شنو موقعه علاش خرج علاش دخل ما نحب نفهم في سي هل من نهار 14 جون في اليوم الصار وشخصية هذه ما يسهل مواقع التضارب بيناتها وتجاذب بيناتها. مؤتمر الجمهورية في تصوري جاب نتيجة مربوطة بالصورة نتاع المصداقية اللي خرجت عليها. نتاع قياداته نتاع الحزب توجه يرفض المال السياسي ضد الفساد وعينة تواسب بخطورة الفساد يظهر لي المصداقية نتاع رموز نتاع الحزب هي اللي خلاته يكون في المرتبة الثانية من بعد شوية على النهضة مع برشا علماء. لكن على اي حال كنا في المرتبة الثانية في ظروف مادية. لا المرتبة الثانية كنا ما كناش المرتبة الثانية. تغيرت من بعد كي نقصوا بعض مع بعض مساعدة كنا المرتبة الثانية. على اي حال خرجنا في صورة اللي ما فيهاش انفاق مال ما عندوش تاريخ كبير على الحزب قلت كي عندهم 7 مناس نهار 14. المنطق السليم كانوا ما يفكش ولكن فك بالنظام المصداقية. دورنا اليوم ساعة تو قلت لي على الاشكالية اللي صارت نقول لك نحكي فيها ولكن دورنا اليوم هو المحافظة المصداقية هذه. فما شكون يحاول يضرب باش نرجعوه برشا برشا هذه نكون متاكدين منها وجعل من عليه برشا برشا يحب يضرب على سبيل المثال كي كنت في الوزاره خرجت حكايه يعمل في توفيق التنميه الاخيري البارح وانا نقرا في صحافه تاكد في الحقيقه دي مفهوم المساله صار صحف تمول فيها بعض الرجال عمل في سنين بعض الصحف ما كنتش الصحف الدوله بيدها غلطه وانا كي كنت في الحكومه اقترحت اعاده توزيع الاشهارات العموميه على الصحف بالتساوي باش ما يبقى حتى حد خاطر اللي كانوا يستفيدوا من النظام بن علي قاعدوا يستفيدوا اليوم هذا ما يسموه هذا يسمى تغيير مشيت فيها في الحكومه لكن نجم نجح فيها وانا خارج الحكومه ان شاء الله وباش نتعامل معهم اشكاليات برشا تنجعهم قد ما نجم باش نحاول نقحوا القانون نتاع 115 باش يقع تنصيص على السجن بتذكر سي كمال عبيدي قبل حكيت معاه في الموضوع هذا قلت له راه واقع تونس مش بتاع تجي تقول لي نحي القضايا والعقوبات السجنيه مازلنا راه مسدات بن علي تونس عدم الحريه سلسل واحد شويه على الاقل في صوره العوض فما عقوبات شان ستوري كي تنشر اخبار تكون مراكز فيها التشويه طبعا حاجه قويه برشا انا البارح نسمع في محامي يحب يلفت انتباه نتذكر قبل ديما يترشح على جمعيه المحامين مسكين عنده صعوبات باش يطلع الكل لسبب انه لاخر ما طلعش ان شاء الله نتمنى له كل خير ونجاح الكل فلقى حكايه من نوع كان هو السيد اللي قام في الفساد ما كانش يقام في الفساد قبل بن علي تو اللي قام فساد من حقه واجب والعكس لقى حكايه من نوع محمد عبد القادر في ندوه صحفيه ان هناك ملفات فساد ولم يستطع حلها فالحل هو كان قضيه محامي ما يلقاش نص جزائي باش يقاضي واحد مشكله هو فماش نص جزائي خاطر ما يجي نجم نلقى قدام القضاء نقول انا حاب نقول لك حاجه باختصار فيما يخص المصداقيه دي راهو ما ينجم حتى حد ينحيها لنا لان ضحينا بوقت ضحينا بمال في غير ما كان يجني في الموال في وقت نحن كنا نضربوا في الاخر كان ينادي كبير كنا نقولوا في تراكن في عهد بن علي وحتى انا وزوجتي كانت سنه النهارده نقول لك برشا اصحابنا راهو بن علي ارحم من برشا خصوم نتاعو ساعتها برشا ناس ما يعرفوش الحكايه هذه الفرق بين بن علي وهما كانوا هما كانوا خارج السلطه وهو في السلطه وكان جاب السلطه راه عمره اكثر منه ما نحكيش عن المعارضه نحكي على بعض المعارضه واليوم ما مشي شويه اللي نحكي على هذوما اعطيني يا سيدي انا صغير انا بحق لا هذاك يكتب يقول هذاك المؤرخ ولا يقول هذاك الصحفي انا راني زدت على السياسه انت شاهد عاصمه كان عشت حتى نتقدم في السن وخذيت تقاعد وانا كان لك ساعتها تو نكتب لك مذكراتي الاسماء والكل وتسمع برشا مفاجات لما تو حاليا راني نعم في السياسه ما تعملش عليا باش ديما نقول لك الحقيقه ما نكذبش عليك يمكن انا راني ديما نخبي عليك انا نقول لك متوا لاني ديما نخبي عليك شو اسمه الحقيقه لان مر جدا ولان كي نقولوه باش ندخل في نزاعات خليني نمشي في مشاريع اخرى ذات اهميه قصوى يكون خير
هذه هي واش حبيت نقول لك. ان شاء الله نحافظوا على المصداقيه ديال رغم الحملات، ان شاء الله نكتشفوا شكون في حملات بريشي البحث العادي يجيب نتيجه خلينا نعرفوا شكون وراه. وهذا هو شنو نقول لكم، محافظين عليها، اللي دخلوا في وسطنا وعندهم اخطاء حاسبنا بعضهم ومازلنا نحاسبوا في الاسخرين. كي دخلنا الوزاره لقينا في السابق شكون خرجناه من المؤتمر من الجمهوريه، نلقى في ملف في بيرويا ملف معنا يدين ما عنديتوش القضاء تو زميلي كنت ايش كبير قلت لسبب بسيطكم نجمش نعطيكم كل شيء للقضاء زرت الموضوعيه قلت هذا يمشي الحبس معناه يمشي النيابه العموميه ولا ياخد عامل معاه كيما اي مواطن اخر. قلت في مبلغ مالي كيما هذا 18 دينار مالاش مسؤول من حيث حد على ما قبل 14 جرام في عام في ملفات اخرى ذات اهميه اكبر فالحق ما حناهوش. ولكن حبيت نقول رانا كنا على حق حتى في الخلاف اللي صار في السابق تطهير المؤتمر كان ضروري. احنا دخلنا في الحزب على اساس تطهير البلاد كامله فرقينا لوحدنا انفلتري في حكم الاوقات قمنا بواجبنا وما زلنا فما ناس لازم يقع بعضهم وصلنا نجحوا في الموضوع هذا وهذا راهو يجيب لنا برشا عداوات. تسال المحامين تلقى عندي برشا اصحاب لكن من الوقت بن علي كانت عندي برشا عداء لان كنت طالب كانوا يبعثوهم على المحامين ويحاكموهم طبعا كانوا يكرهوك باش تفليك. انت اليوم خرجت من الوزاره عندي ست شهور بدون صلاحيات كبيره في مكافحه الفساد. شوف الميساج في الفيسبوك وناس تهدد وبابا حطوا حبس ولا شو هو ما يقلقنيش وما يقلقني حتى حد يقعد في حق التوانسه. اما حبيت نقول لك حاجه راهو ان شاء الله نجموا نحافظوا على المصداقيه نتاعنا وان شاء الله صحه الموضوع يتعاملوا مع الموضوع. سؤال خاطر قبل ما نوصل للانسان يتطور على تاريخ السفير تطور سياق السفير منها معطى جافي للحزب المنسي المحقور للحزب اللي يتشسع للانتخابات. لا صراحه لما تشوف المشهد السياسي والاعلامي فما شكون قال لك ظاهره صوتيه يعني معه كنا ظاهره صوتيه ولا ظاهره شيء مش في القوس لا مش في القوس 14 حبينا نشارك ونشوفكم في تغيير من الداخل 14 حكيتوا الانتخابات حكيتوا موقع ما كان يصور حد كبرتوا بمانيا اكسبونسيال ومن بعد بدات الانقسامات بدات الصراعات بدينا نسمعوا على الكلون عبدو بدينا نسمعوا في الكلون كلون عبدو حتى في التصرف نتاع قصر الرئاسه وكلون نتاع عبدو في وسط في وسط الحزب بعد صارت المشكلة مع رام زياد دخلت خرجت خرجت دخلت ومن بعد دونك انا نحب نفهم التسلسل المنطقي ما بين الكرونولوجي تاع سي بي ال منها 14 حتى اليوم شنو اللي صار؟ باهي اللي صار كانوا في وقت الانتخابات حتى في الاختيار المرشحين بتاع انا ساعات نعاود نذكر قلت لك كريكا اللي سي منصور جاني قبل 3 أيام غلق القوائم وكذا والاحترام له ترشح ما حتى مشكل بالفعل انا مش مناسب ولكن هذا اللي صار وانا نحترم ما نجمش نقول لا يجيو فيديو الاخير هكا الحق بيت وانا هي حاجه مش نطلع كي سيني ما شفت مناقش معك في الوضعيه بصراحه نقرا في الناس اللي صوتوا لي اني كنت منقطع بصراحه تظهري مش حلوه برشا ونحب نرتاح وانت هذا هو اللي صار. المهم في تلك الفتره بالذات كنت غالبا على الحزب بل خليني نقول لك حاجه كنت مجمد عضويتي من حزب المؤتمر المجموعي كثير شهر ونص شهرين ولم يسمع بذلك اي صحفي انت يقول واحد السبب هو ملف نعتقد انا تاع خطا ارتكب واحد الاشخاص في الحزب وقلت لابد من معاقبتي واخصائي في الحزب ما نسميلكش هو انا في الاخر قلت له ما تعرفوش كيفاش مش هو انا سامحني يا تقوموا بواجبكم هاو الدليل يا انا يا هو دونك خليه هو معك انسحبت وين هي الحزب اليوم هو السيد مازال موجود في الحزب اليوم ما مازال موجود في الحزب اليوم ايش هي القضيه؟ قضيه كانوا بعد سلطت عليه عقوبه في باب هكا حل المشكله كل عقوبه خفيفه لكن على اي حال المهم فما عذاب توبيخ لكن ما سالش فما عدالة على الطرف فقط اللي هو فساد مالي فساد اداري هو عنده علاقه بالمال ولكن حق عمري ما قلت له فساد لكن عنده علاقه بالمال يعني شخص لا لا بدك يولي فساد اما دي مش فساد شخص خدا حقه ولكن خدا حقه وهو منظم فريد فيه خطا كبير ويجب ان يعاقب لانه معنا احنا في حزب اخر مرحبا به في ظروف اخرى مرحبا به تقريبا هذه الخطا ريحة الشهر والشهرين هذوك كانت فيها ما نحبش نقول راني بريء ربما نحمد صديق ما شيء خير حتى كانوا يوزعوا ويختاروا في الاشخاص على الموجودين اللي باش يمثلوا الحزب في المجلس التاسيسي راني في معظم الاوقات ما كنتش حاضر. يعني القاعده اللي باش تباه اعملها ديمقراطيه بقدر المستطاع خلاهم يختاروا المكاتب الجهويه رغم هي مش منظمه بشكل مناسب وميدو مش منتخبين على الاقل نحن ما نحبش مسؤولين تجاه بعضنا على الاقل هذاك الشيء اختار بهذا الجهه. وصارت بعض الاختيارات السيئه نتيجتها شفت تصوريا على الاقل نتيجتها شفت خلطت في مناقشه القانون المنظم للصوره العموميه وما ادراك نحن ستريسي معارضه تدفع نسمع في اخبار شنو يدفع في فلوس الناس في الجنوب وحرك مسيرات الى اخره خاف شويه على الغيب الى اخره وعطينا خلينا نكملوا القانون المنظم للصوره العموميه خلينا نشوفوا مرحله الاستقرار ايش علاقه بالحكم مش فرحانين ياسر بالحكم قلنا نحن في الحكومه مش لكن عطينا نمشي للاستقرار في الوقت هذاك يجي حد الله اعرف ان الظروف تخلص السبير ونسمع فيه يناقش اذا ما تشاركوا ليش معكم في الحكومه انا مش نعطيو القانون المنظم للصوره العموميه
يعني غادي ما نسميش هذيك تبياتي غلط ما نجمش نسمي نتجاوز. المهم الشخص هذا تو اليوم ما عادش يحس انه هو في الكتله الاخرى خرج خطاب كيما هذا ينجم يراه الناس مقبول في السياسه تاعت انا غلط الحيطات. لذلك علاش ولينا نتعامل مع بعض الناس لن تمر لن تكون طرف الحكومه هذه ومهما كانت الظروف. سي عبد الرؤوف العيادي ما عندوش علاقه بالفساد. سي عبد الرؤوف العيادي مشكلته ساعتها عنده معركه معينه مع بعض الاشخاص ما يحبوش يدوزوا مش انا التاريخ ولا الناس ما تعرفش راني من اكرم من اقرب الناس. شنو المعلم سي عبد الرؤوف العيادي الاشخاص هذوما؟ لا 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 معناها فما اسباب شخصيه وربما يقول لك عندي تحفظ اخلاق على شخص معين ربما هذا شيء يقول لك انا الحق نزيد مصر لي مساله شخصيه واللي يشك في ذلك يشوف المواقف تاع المخيم على اللي كانوا معنا وخرجوا بعد استقالتي وقبل قال لك يجمع بين المكتب السياسي وهويه المجلس التاسيسي والوزاره. استقلت من المجلس التاسيسي ولا شكرني واحد قال كيفاش يستقيل باش يضعف موقفه من النهار. استقلت من الوزاره هم البر قال لك حنا تربي معنا باش نعرفوا اليوم فما حد شيء اللي قال قبل صحيح كانت جوانب شخصيه معينه مؤثره في برشا ناس ان شاء الله ربي يهدي خاصه اللي يرفعوا شعارات الاخلاق وكل بالمناسبه مشكله اللي يرفعوا شعارات الاخلاق في عهد العين. قال بس قلت الحق ومازال يرفعوا فيهم الحق. فما مشكله يحكي بها السياسه بالاخلاق والمزنوق في تونس ساسا فما مشكله ان شاء الله ربي يهدي الناس كل مهمه الاخلاق والسياسه انا نؤمن بها ما نحبش نحكي فيها برشا الامور هذه تجي بطبيعتها. وبدات الانقسام على اساس تشكيل الحكومه هذه قائمه وهذه قائمه القائمه اللي عملناها نحن مازال مسابقه القائمه الثانيه انا موجود فيها موجود في الاولى موجود في الثانيه كان نحكي عن الحكومه مش قضيه تكون موجوده هكذا لكن القائمه الثانيه تعملت بشكل ما راهوش يخدم مصلحه البلاد ولا المؤتمر هذاك علاش رفضت هذاك علاش غشتني صديق واخي عبد الفايد ربي يهديك. هو كان في واحد القوائم كانت رفض؟ لا لا هو القائمه الثانيه نتاعو هو ما حشوش يكون موجود هو رافض هذه ولا ما حشوش يكون موجود اما حاجته بالشخص اللي موجود في القائمه الاولانيه ما يتوجدش باش انا شخص اخر. وفي القائمة الثانية هذيك قائمتي جبنا له حتى أدلة لبعض الأشخاص، واحد منهم قلت لك عندي ملف من الملفات في مكتب يقول له نخرج ولا كذا كذا قلت ما نجمش نعدي وقلنا له راه فما حكايتي يا أخي فكر لي أنا مش مولات راه مش أي واحد نجم يكون وزير جيبوا لي واحد وثائق على شخص عنده 50 شيك دولار رصيد وقول لك هذا مرشح باش يكون وزير تقول لي تسير للناس الكل تسير للناس الكل سميتك حتى حد تسير للناس الكل يمكن أما ما تسيرش ما تشوف وزير السنة هذه هي بكل بساطة فما ما أكثر من ذلك على أي حال وقتها كان الخلاف ومزيان أختنا وعمري ما فهمت صدقني للحظة هذه مانيش عارف شنو ردود فعل تونسيين أنا تصور وصلوا مع عماد بغط حاولت اتصال بها ولكن يقول لي ترفض ما نعرفش شنو اللي صار متأكد وصلوا مع عماد بغط. لا لا ترفض كان تقابل أي حد أكيد فما حاجة مش فهمت أنا اعتقدت في هذه اللحظة أنا قلت في حقها لا في حضور ولا في غيابة يظن كانت غلطة على طول الخط وغايبة تماما من الحزب اعتقدت كان في مشكلة بين يسار واليمين اشكالات فهمنا ما فهمناش تتعلق بشرور النفس البشريه وبالصراعات بتاع هل كنت مهتم بالوزاره يعني ولا كنت تستنى الوزاره؟ هل كنت تستنى الوزاره؟ ومزيد عرضنا عليها ما نعرفش هي ايش قالت انا كتبت لي نحن اللي عرضنا عليها بعد ما وافقت حاله النهضه وتكتل على طول ما وافقت النهضه اسمح لي وقتها كون تكون وزير التربيه وهي رفضت بالحق ما تحبش تكون وزيره في هذه شهاده معناها للتاريخ بالحق ما حبتش وزيره وقلنا لها وقت النهضه راهي مش معناها على اساس تكون وزير التربيه ما تحسبوهاش حسيت هي راهي استقالت لما فقدت رأيي أحسن صورة الحكومة في الوقت هذايا وأم زياد مرأة وأم زياد وفي وزارة التربية اللي هي خدمت فيها معناها كانت أستاذة على عدة سنوات وفقت أنا وأم بيدو غادي تصل بها مع كل شيء مش كما قالت هي خاطر باش تسكت بصراحة مش صحيح خاطر الناس كلها تتكلم توا شكون توا اللي يقوم الصباح أول حاجة عملها سيد رئيس الجمهورية سيد الوزير ما عادش في مشكلة في تونس النقدية حسب قبل كانت يتكلم كلمة معينة عليا يصرفون وكذا يقول الناس كلها تسب الكل فما حتى مشكلة ولكن الوزن هو اللي خلانا نقترح الاقتراح هذا الكل. قداش حاب نقول لك فيما يخص الخلاف حتى وصل مرحله مرحله واضح اللي ما عادش نجم نكمل القدام. يعني يظن لي فما شكون تخلى على الخط بالفعل والله ما نعرف يظن لي فما شكون تخلى على الخط عنده وقت مصحى في انقسام الحزب وانا حتى كي تقدمنا القدام كنت الحل الامثل يا اما نتصالح على القاعده يا اما نقسم معنا على القاعده وربي يوفقهم وخرجوا وان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ربي ينجح الساده السيتي قاعدين نخدموا اليوم في عاده الهيكل وان شاء الله ينجح على اسس صحيحه على المبادئ اللي قام عليها باش يركز برشا في مقاومه الفساد ومش نتعرض لبعض الصعوبات اللي كان ماشيين فيها شباب الحزب مقتنعين بهذه فاهمين اللي هي اولويه ماناش حزب ايديولوجي يقول لنا فاش تميزوا يقول لنا باهي هاو فاش تميزوا برشا نقاط تميزوا اما في المساله هذه معناها من الاسس اللي قايمه على المطور ان شاء الله نشوف فيها المنصب المرزوقي شو زي نفسك؟ انا ريت تقدم قوانين وقت كان في السفير وزاره الخارجيه الجمهوريه والكتله نتاعو الكتله نتاعو بينها ما مشتش معاه لانه اليوم في وضعيه اعلاميه صعيبه ومحرجه حتى وفاتت الاطار تاع تونس لانها لا حول ولا قوه له لانها جماعه السفير حتى تصرف معناها وصلنا اللي ثم
تدافع تدافع وتل كمبي معنا ثم ثم السياسة في معنا كتب السكر مهوش أمو جاي أمو شركة هل مش بزيد يوزن مسؤول شو تأثير اللي عنده اليوم وغضب في يوم الرئاسة الجمهورية وين الناس السكر؟ أول حاجة أقول لك سي مصف مرزوقي حبيبنا وكرهنا هو مش من هم هو صاحب الفكرة سابقا على أساس أنا كنت من الممثلين ولكن صاحب الفكرة الأولاني نذكر سي مصف مرزوقي أنا نقعد في داره في جويلية تقريبا في 2001 مشينا عملنا الإذاعة أنا وسي روح العياد نذكر وقت تاريخ 24 جويل 2001 لكن نذكر المبادرة جات من هو معناها اللي استدعانا باش نحضر معاه وزنه كبير في تونس كما في العالم العربي رجل اللي غدر صدق كبير في الفترة نتاع مقاومة السادات رجل اللي ما يجبش يكون مسلط كيكون رئيس اللي يكون نقولوا فيها معنى بن علي أكيد ما يجبش يكون فاسد كي يكون في الحكم اليوم ولا غدوة بأكثر صلاحيات قلت لي أنت اللي قدم مشروع صوت ضده همش قولك شنو الإشكالية هو في وسط القانون المنظم بالسلطة العمومية عندنا وعد بالمناسبة أنا مش نسكن تحت الوعود ما نحكي على الوعود أنا نحترم الوعود ما قلناش أنا حزب ديني ما قلنا لهم نحترم الوعود ما غير ما نقول حزب ديني عندنا ناس ما تعلمش وعندنا برشا مسلمين. المهم في احترامنا للوعود عندنا اتفاق مع الله وتكاتل القانون هذا باش تصوتوا عليه. إذا عندنا حاجة ما اتفقناش فيها ترفع على جلسة نخرجوا من بعضنا نتشاوروا مثلا نذكر وقتها الفصل المتعلق بضمانات أكثر للمحافظة المركزي. جات الفكرة من بعض الخير كيدوري ديمقراطي تقدمي وقتها بخير. قالها واحد من أصحابنا لينا خرجنا برا عيطنا النهار حكينا معاهم إلى آخره وخرجنا فيه نص الحمد لله. ما ندروش عليها وقت تصويت. وقت تصويت عندنا التزام القانون المنظم للسلطة القومية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والتصويت على الحكومة هذه مش موضوع نقاش مش موضوع نقاش سماح الوقت رئاسة الحكومة للحكومة رئاسة الجمهورية والقانون المنظم للسلطة القومية كان موضوع اتفاق بالنسبة للترويكا فهذاك على السي موسى ما كانش من الوقت المتفاوض وقتها كان النقاش يتعلق بالمرور مباشرة للاستفتاء على الدستور ونحن اتفاقنا الا اذا ما فهمش ثلثين وقت المرور للاستفتاء فهذاك علاش شقينا واحنا في حراج ولكن عملنا التزام فصوتنا وفق الالتزام تاعنا اللي هو كان في صورة ثلثين هذا ما يعنيش تقليص مقيم هذا يعني عدم تنسيق وسي موسى بلادر بحكي على فكره عبر فيها على تصور معين اللي هو ما كانش من محل معناها ما تخطيه اذا كان رئيس كتله على رئيس حزب مرشح رئيس الجمهوريه ما عندوش تنسيق مع الكتله تاعو موسى يقترح مشاريع قانون بالخطوره هذيك والاهميه هذيك هو في بالوش والكتله تاعو نحن بعد عام واش من نشاط العالم معناها نلاقيين بعض الصعوبات هذاك علاش نحاولوا نحسنوا اكثر الاداء تاعنا والتنسيق اكثر كثير هذه ما كنا متاكد ذاك اللي صار اللي صار كون عبر على راي معين وبعد اكتشفنا وانا قاعد بجنبه قلت له سي موسى فراغ موضوع اتفاق بيناتنا كانوا اذا مش غير حاجه نعيطوا لبعضنا نحكيو فيها هذا هو الاتفاق كنا نجم نخرجوا لما يخرج المنصب مرزوق اليوم رئيس الجمهوريه منصب سكرتيريه وفقا للقانون الداخلي والنظام الاساسي اذا خرج طبعا المفروض يخرج بعد الانتخابات الجايه يكون فما مين عام بلاصتو معناها هو مناضل قاعدي في الحزب ولكن نتصور بوزنه اكيد باش يكون مؤثر معناها باش يكون في لازم رجال ولا غيره اما ربما باش يكون عندنا هذه اللي ندفعوا له صاحب المناسبه نحن كفضلنا بنحبوا عندنا رئيس عنده صلاحيه فعليه منتخب مباشره من الشعب ان شاء الله تمكنوا تمرير التصور هذا بالدستور ان شاء الله معظم الاحزاب في بالي معنا ما عندنا وهذاك علاش نتصور اذا فما انتخابات ان شاء الله ربما ما نعرفش ما نحبش نجلس خاطر بعض الخيل زاد يعني يقول لك مش امين عام يقول من سيكون مرشحنا على الحق انا ما قلتش رغم الناس بس مرشحنا وسي موسى مرزوقي ولكن قلت مبدئيا نقصد كون هذا التصور العام عند معظم على المخالفين في المؤتمر كون مرشحنا هو سي موسى مرزوقي ومره واحده زاد قلت الكلام هذا للتوضيح بناء على بعض الاشاعات الى اخره تحاول تخلق في تنبيهاتنا لسنا من احباء السلطه برشا كي جينا نحب السلطه برشا راهو بن علي بكف في وقت من الاوقات كررنا فيها فوصلنا وقت الايمان بقضيه مش لسلطه وبالمناسبه السلطه راه ما فيها حتى سحر كان في نظام السد ما حتى قيل كنت وزير ولا ما حسبش بالعكس انا نشرح متاخير نحس روحي اقوى نحس هذا اللي قلقني طول والله نجم يمكن نحكي بكل كلور من بعض الناس ولا نجم نقول لك وزير هل انتهت حياه المنصب المرزوق السياسي مع رئيس الجمهوريه؟ طبعا حكيت لك الكلام هذا كنت تستخلص نتيجه كون انتهت؟ لا انا ما انتهتش هو هو مترشح لازم يترشح لكن لما نشوف نتيجه الفتره نتاعو في الحاكم وكيفاش تقبلها الشارع وكيفاش ليكون تاعها اللي ما نصوروش اليوم ما كوكاتا معناها ما ياخذ مواقف ما خذهاش قبل ولا يتصرف بطريقه اخرى كومبليتمون اوبوزي ما نصورش اليوم باش يلقى ما دخل هناك رئيس معناها ما يلقى هناك
زلات ولا هفوات لسانيه، مواقف في الدفع، غير قدره على القرار عند الحكومه، مشاكل في التواصل. معناها ما نتصورش اللي عمل الكابيتال يخليه ينجم يترشح. نتصور تقديري الشخصي انه لما يخرج انه يخلي هذا عنده برنامج نتاعو، كان اول رئيس منتخب في تونس مش بالدار على الفتحه السياسيه، خير من انه يهدد روحه في القامات في انتخابات اخرى ممكن يجيبش فيها السكور اللي يشرف على الاقل اذا كان ينجحش. هو عبد الحمد طبعا الناس كي يقول لك عبد الحمد ما عنديش ضد الصحافه المستعله والكل، اما فما جانب لا اخلاقي معناتها ذكرني. جانب الاخلاقي كونه جزء كبير من المجتمع كان ينادي وقتها تتبدل الوقت، تبدل خد فيها المباقة والله اعلم شنو. جزء كان ينادي من النظام الامني، طلعت حتى القصبة اثنين مشاو وقفوا مع بعض الشباب في القصبة قالوا له الحل هو مجلس تأسيسي ونظام الامني. والسادة الجماعية انا نذكر في ندوة كنت نسير فيها الى اخره مع حسين سيدي والجماعة، يقول لي اللي حلوا المسائل نتاع القانون السوري كلهم دون اجماع دون استثناء اجماع على نظام الامني. بعد تسمع بعد ما صار قانون النظم والمسائل القوميه اللي هو اعطى رئيس الجمهوريه صلاحيات اكثر من رئيس الجمهوريه في نظام برلمان، اكثر شويه سي المهم اكثر. كيفاش تعطيه الصلاحيات للرئيس؟ انت حيت كنت تنظر كون الرئيس ما لازمش عنده صلاحيات. اللعبه ما كانتش نظيفه برشا، اثروا في المجتمع، الناس ما تفهمش القانون، شكون اللي اهتموا؟ هو اللي جويست رجال القانون كانوا يهتموا بالقانون السوري، كلمه سياسيين كانوا يهتموا بالقانون السوري، بشكل عام كان حاجه معناها مطلوبه الماده هذه، فجاه معناها اللي بشخص اللي يسمع الراي العام وجهوه في وجه النظام الامريكي كي ولا سي موسى مزوقي رئيس، كيفاش ما تعطيه الصلاحيات للرئيس؟ فيها جانب صحيح في جزء صغير لكن الامر كان في تاع النظام، بدا التحقيق ساعتها، كره النهضه والموجودين في المجتمع مش الناس كل ينجم يكونوا معايا ولا معاك. بتقلقين اصلا من مشاركتنا احنا بينا كلنا تعرضنا على ردود فعل مشاركتنا معناها ما يهمناش، كتبنا مقتنع بحاجه تعملها، تو ان شاء الله يقتنعوا الناس اللي ما كناش غالطين، والدليل كان وضع استقرار في تونس خير من قبل، ان شاء الله برشا حاجات تحسنت وما زالت تتحسن، ودايروا حتى تو خروج الحكومه يعني كوش تضغط اكثر من الداخل مش من الخارج، لكن خاطرنا موجودين في الترويكا في اتجاه قيم باكثر اصلاحات مقاومه الفساد الى اخره، نحن بينا كحزب باش نعمل ان شاء الله لجنه مكافحه الفساد وان شاء الله باش بالطرق معناها المحترمه بالطرق القانونيه المناسبه والنظام معناها المناسب للحكومه ان شاء الله باش تحل بعض الملفات، ونحن فينا باش نحلوا باش نعملوا النيابه العموميه الكل، ان شاء الله هذا كل نجم نتعاون فيه التوانسه الكل مع بعض يكون وضع خير، اما المشاركه في الترويكا ما كانتش غلط، جابت نتيجه سلبيه لسي منصف هذه مش عارف جابت نتيجه سلبيه لسي منصف شو تحبنا نعملوا؟ انت عندك مشكله مع النهضه، نحن ملي تخلق الحزب سنه 2001 ما كانش مع عندي النهضه، نحن اللي كنا ننظروا كون حتى كان يتيح النظام العلي والنهضه تطلع اغلبيه ما كناش نحكي 40 قلنا وقت 20 25 تطلع الى اخره وشدت الحكم، الراي لم تنتهك على مره ثانيه لان التوانسه اصلا ما يقبلوش يكون يتكلم حقوقهم، اذا جاء خداش صبغة ديولوجية حتى ابن علي كان يلعب في لعبه انه المعتدل ربما ما كانش يشد الفكره هذيك الكل، هذا سبب من الاسباب وغير هذا هو اعتقادنا كون حركه النهضه مقارنه بطيارات سياسيه دينيه اخرى في العالم العربي هي الاكثر اعتدال والاكثر براغماتيه، ما كذبناش كيقولنا في المدينه في 2021 حتى جايين، بدليل هو يحكم عندهم اغلاطهم اكيد، اما مش من اغلاطهم بالاساس معناها انتهاكات حقوق الانسان، فما يلوموش علينا اللي التزمنا به مبادئ عامه قاعدين نعملوا فيها. يحاكم الناس سي مصطفى مرزوقي على اساس الصلاحيه اللي يعني. قبلها وقبلوها وانا واحد الناس منهم معناها زملاء معاها في الحزب، هذاك اللي نجمنا ناخذوه من طرف قوي عمل 42%، وصلنا لمرحله معينه يا نمشيو معاه يا نجموا نخرجوا، كنا نجموا نكونوا في المعارضه، اخترنا كنا نكونوا في الداخل، وقدرة الله ان شاء الله مش نكونوا نادمين، لكن نكونوا متاكدين كان جينا نجموا نحيوا اكثر او نحينا، ونحينا قد ما نجمنا. هل السؤال معناها اليوم في ارض الواقع بعيد عن الكلام بعيد عن الشعارات وبعيد عن التمني، هل انتهت حياه مصر مرزوقي السياسي؟ نعم تنذكرك اللي هو الارقام اللي قاعده تخرج نحن ما نثقوش ياسر في الوكالات نتاع السفر ربما بالمناسبه فرصه باش نقول يلزم تنظيم قانون معنا تطير قانوني خاطرها دخلت الراي العام مهمه معنا يلزم مراقبه قانونيه زاد التطير ولكن اللي قاعدين نسمع فيكم مازال معنا عند عدد كبير من التوانسه ما احنا ثقه الرئيس المتواضع لقريب من المواطن التونسي، المواطن التونسي اللي ماهوش يكمل سياسة في السياسة المواطن العادي الكل ينجموا يحترموا سي موسى المرزوقي اللي راهو فيه شخص معناها بعيد كل الشبهات عن الفساد وما خارجين من الرئيس السابق اللي هو بالعمل مع رمز الفساد. ان شاء الله في صلاحيات اخرى يترشح سي موسى ومن وراء حزبه ان شاء الله يكون في الموضع اللي يستحقه. كان نحكي بمنطق نضال راهو معناها برشا داخلين يوم تقليدات صحيح قدم تضحيته من اكثر من سجنين والكل، لكن وقت ثوره ما كانوش موجودين وفي فترات حساسه تاع الفلوس ما كانوش موجودين كان سي موسى. كان المنطقه نتاع الكفاءه الى اخره من المثقفين تاع العالم العربي كان منطقه ثقه واضح ان شاء الله ذاك ما يكذبش وكي يوعد ما يخلفش ان شاء الله.
قبل اليوم موضوع الاستقالة، أنت بكري قلت حل الدوسي جاني على الموتاني قلت فيه 18000 دينار الحكاية، فقلت ما نعديش. أبارتير من سر ولا من قداش من فلوس الدوسي نكون إنسان سرق باش نوقف ولا نتحيل باش نعديو. طبعا نعاود نذكرك راهو نحكيو على ما قبل 14 شهر، وخليني نقول لكم توا الحقيقة هذه ما قررناهاش وقت ولينا في الحكومة مسبقا، لأن يعني نعرفوا حجم الفساد في الدوسي. باش تعمل حتى شهادات ما قدرش نعمل حساب انا كان الناس في عالم 30000 راقدين فوق بعضهم هذا من نقص فيه 9000 شو الناس هي 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 هذا السبب في العالم كل معمول به حتى نيورو في فرنسا تعمل كيك برشا ملفات يتعداو برشا ملفات كي تراهم ينين ما تعداهمش النيابه تقرر من واجبك باش تعدي كل شيء فساد والنيابه لا مش هذا الكلام الصحيح نجم تلقى واحد مثلا خذا صفقه معينه ب 15000 دينار دون المرور على قانون الصفقات تقول لي هذه بالنسبه لي انا تتعدى نيرومي نقول لك لا دي انا في الحاله هذيك باش تعدي ما نحبش ندالا مع عدد كبير من الموظفين تاع الدوله ومن اللي تعامل معاهم واللي قعد معاهم وغيره 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 على القضاء قلنا في قبل 14 شهر في خلينا نضرب الموس فما مبالغ اصغر من هذه عديناها نيرومي الفرق كونه هذا معناه رمز من رموز النظام السابق وتجاوز مش من حقي. تحديت القضاء اصبح مشهور. لا سيدي خلينا نقول لك حاجه كي تعدى القضاء ولات عندها سريه البحث وسريه التحقيق. الجلسه الاولى في القضاء تفضل مرحبا تقول له شكون تتعرف بطبيعتك. هذا كان تعدى اصلا ان شاء الله يتعرف. لانه ساعات الملفات تبقى شويه في القضاء ولا نجم نقول له توا والله ما فهمتش علاش. ذا الوزير يشكي وتبقى ثم بيت موضوع. معلش انا ما بعرف قلت عدى وسيد هذا الرمز الى ما حدش. معناها رمز. بمعنى رمز. انا شو معناها رمز مش نقول لك هي مربوطه بالمبالغ الكبرى مربوطه بالاشخاص. مثلا نجي في مؤسسه عالميه كل واحد تقييمه للامور والمصر العامه ربما وزير اخر عبد الله تجي في مؤسسه عالميه كانت في وقت من الاوقات بوق من الابواق تاع الدعايه تاع المعني وراسها بوق من الابواق تاع الدعايه تاع النظام المعني شنو فيه ما عمل حتى شيء كان عطينا قبل ملف الفساد يجي خلص على المؤسسه يقول لهم الكلام اللي تقول فيه انت قبل علاش خاطر كان يحمي فيك كان عامل دوسي وانا نقول لك تحمل مسؤوليتك مش نظر غير ربما يرى راه ياخذ واحد مش نقول فتحنا كل ملفات بالمناسبه راه ما كانوش يجيب لي برشا ملفات النظرة الصلاحية اللي عندنا نجوش نغوص ولا هما اللي شاهدوا لقينا عندنا في الوزارة الأولى ولا شاهد حتى قبل قد فضلوا ملف هذه صارت لنا ومشكورين التوانسة اللي جابوا لنا المعلومات لأن هكا كنا نخفي أصلا ما كانش عندي صلاحية باش نمشي ندخل مؤسسات نجيب ملفات ونسمع في حكايات على ملفات مهمة جدا في قطاع البنكي البترول الديوان إلى آخره بس الحمد لله ما كانش عندنا رسالة من الكل ولكن بارك الله في التعاون معنا جبنا ملفات وعلى الله يعطيك. شنو صلاحيتي لا صلاحيتي عندي روا خليفه زاد اللي نحكيه بعض الناس عنده الصلاحيات الكل يحبوا هكا ينكتوا شويه كل راه عندي صلاحيات ذات اهميه كبيره. اللي هي مثلا اللي دار عمل وظيفه عمليه هي العمل وظيفه عمليه في كل هذه كانت صلاحيات كانت موضوع نقاش من الاول لكن اتفاق مع السيد رئيس الحكومه خليناها مش هذا البلان ماهيش مشكله دار عمل وظيفه عمليه معناها فيها اجيال كبيره من حيث المهنيه الموظفين موظفين راه عددهم 540000 مش الكل تسييرهم يخصنا ولكن في جانب كبير من حياتهم يرجعون في بعض الاشياء كبيره وصغيره. تل مؤسسه كبيره لكن انا الحق علاش خرجت يعني مش كما يقولوا معناها ضعف صلاحيه مثلا لكن عندنا سادة السلاح الاداري عندنا الاداره الالكترونيه رعايه الخدمه مكتب مركزي العلاقه مع المواطن هذه كانت تبع صلاحيه الوزير المكلف بالسلاح الاداري كانت عندها اهميه كبيره مثلا كان يقول لك المشروع في الاداره الالكترونيه كون في اخر سنه 2012 نستغناو على السيارات اللي تهز في الوثائق بين وزاره وزاره وبين ولايه في مكردان والاداره المركزيه في تونس يولي التعامل الالكتروني ان شاء الله نشوف فيه ان شاء الله السيد وزير التكنولوجيا الاتصال هو يكون حماس اكثر مني انا ان شاء الله يواصل الوزير يواصل الوزير بشكل بلاص هذه مشروع من المشاريع ممكن تنجح في اخر ديسمبر 2012 او في بدايه 2013 هذه انا في تصوري حاجه مهمه جدا عمل خمس ايام اللي هو مشروع قديم وما تبقاش العمل به وحاجه مهمه تبسيط الاجراءات والتاريخ اللي حددناه وكيف كيف ديسمبر 2012 باش ينقص من عديد الاجراءات اليوم خلقت لنا مشكله في الاستثمار. هذا كله اصلاحات. هذه اصلاحات. ما خليتيش نكمل حبيت نقول لك هذه تابعه صلاحيات الوزير مكلف السلاح الاداري واللي انا المفروض نبقى باش نحققها كان باش نحكي بمنطق مكسب شو قداش عندي من مكسب كان جبت نواصل عمل خمس ايام فقط وشو جا قال لي انت عندك مكسب انت الغدوه يتسمى باسم تسخن فرس على مشكل دخول تاريخ مش هذه قضيه تاريخ جغرافي اما كان نحكي بمنطق هذه طبعا كنت نجم نقعد وعندي برشا اصلاحات نجم نعملها وترتبط باسمي مش هذه القضيه لكن نعاود نتذكر اللي قلناه للناخبين اللي قلت شباب الحزب هنا فما مساله خطيه زاد في الامر رانا ما تخليش في السير الوظيفه العموميه نقصوا على الاولى لا باش نسمى باش نسمى باش نترقم ما تخليش وما تخليش نعمل توقيت يديري وما تخليش نعمل هالتوصيل الاجراءات على اهميتها مهمه جدا لتونس ان شاء الله كمالها اللي بعد وان شاء الله يكون خير مني بالمره عندي حتى شك في ذلك لما دخلت بلا اساس لي نقطه مع هذه هي ولكن معها نقطه اخرى اللي هي مكافحه الفساد. مكافحه الفساد تستوجب ايجاد مؤسسات معينه تسمح لك بفتح ملفات الفساد وسته شهور برشا يلوم يقول شيء ما استقلتش ما كنتش مربع يديا كافحت الفساد في سته شهور دون وجود اجهزه قانونيه. ولا كيفاش؟ شكون تعمل
بس معلش حتى واحد من هي طريقه تاع استفزاز الصحفيين ما سمعتش الحته الكبيره مثلا معروف انا جبت نجم تعطيك وثيقه خرجت قديمه 127 رجل اعمال خذوا قروض من البنوك ما تبغيش روح هذه 127 رجل اعمال ما تعدى منهم حتى واحد انا نجم نعطيك اللي خرجت هذيك رفعات بالعنيس مش كل واحد راه خذا قرض او فما طبع جزائي وقتها انا في المقابل اي سيدي عمر سيدي شاوت انا نحكي لك حاجه اخرى خليك في طبع جزائي هذيك واحد خذا دين وما خلصش يعني والله فيها جوانب جزائيه الاصل كانوا موجودين مش مشكله جزائيه الدين المدني والتجاري هذا هو الاصل في المقابل ذلك عندي ملف من الفات اللي عطيتني لهم قبل ما نخش تتعلق بكون شخص بيع الارض نتاعو لشخص اخر من عائله بن علي مقابل كانوا يدخلوا لدى بنك من البنوك للتخلي عن الديون نتاعو قالوا لنا فيها اشكال فشنو دري ان شاء الله سيد كل الجمهوريه يحينها كاش نرجعوا نسالوا عليها خاطر من حقنا كما نمشي نسالوا اشكال نتاعنا هذا المشكلات تفيد شكون اليوم موجود من المسؤولين الكبار معناها في المؤسسات البنكيه الاخرين اللي كان يملك معناتها بالسين وعمل اجراءات معينه ربما اللي تهرب من الموارد تاعهم. اعطيك مثال خرج في الرايد الرسمي تمشي هو المفروض اللي هداك مصاره بعد الثوره في حكومه السبسي قام ببيعان اراضي المفروض هو عقارات مصاره والمحامي المكلف بالتتبع الحكايه هو اخو البيجي خالد السبسي. وخرجت في الرايد الرسمي ولا الشركه مكتوب حتى اللي يمشي يكون عنده عدد الاسماء نتاعها وتباعت وتشريت وصارت صفقه متوفره. تبان ان شاء الله تفتح كيك مادي سهل تحت عليها خاطر مقدور عليها بالنص المرسوم بيد وكل تفويت بعد جل هذاك بعد صدور مرسوم ما عادش هذاك تفويت باطل هذيك ترجع للدوله مش مشكله اعطينا نعرفوها برك المشكله الكبيره في الحكومه السابقه سيدي جلال السبسي ولا تو 2012 هي كونك ما تعرفش مين العقارات نتاع تربلسي ولا بتاع 114 شخص. مش حكايه تربلسيه فقط. لا هما 114 مش تربلسيه هما بن علي وليلى و 113 شخص عندهم قرابه بزوز عائلات بشكل عام هذوما هما. نحن ما نعرفوش حتى في الحكومه هذه كل الممتلكات نتاعهم هذه المواطنين لازم يتعاونوا ينقصوا شويه من السلبيه ويمشيوا يعني للسلطه راهو يما في الحقيقه يعني النهضه اللي حيلان اللي فات لانه الانطباع اللي خارج نشوف في الشارع اللي من دخل بيت ابي سفيان فهو اللي جاء مع النهضه وقرب لها ورايد ويدفع في تبرعات وصاين روحه من وش على المشاكل ويمشي يقابل في الوعد فما يتكلم عليه حتى حد وتخرج حكايات من لا ضيف وكلها ولات ضعف وكل تعدى قدام المحكمه يخرج لاباس عليه وقال له بكره رجعت الفلوس وهذه جايه يخرج لاباس عمره على حد شيء معناها الماضي خلاص يعطيك معلومات طبعا سميت واحد منهم اللي هو سي مروان مولو كيف اللي تصادرت الممتلكات نتاعو اللي ما تصادرش في الحكومه السابقه. تصادرت وبعد تسيبت وبعد صارت منها بارتي بركه وبارتي الاخرى اورانج تخدم حتى اليوم. عند الشهر تصادرت الممتلكات نتاعو في بعض الشركات او في بيرك. والبعض اخر. والله ما اوزر ما نعرفش ما بخدمش على ملفش جوكا التفاصيل مش معناها البعض اخر. هو تصادرت الممتلكات نتاعو بعد عام القانون قال له لا اللي خذاها من المواريث ما ينجمش يسترجعها. حتى انا في وقت من الاوقات خممنا في اعداد مشروع معين يوضح شو كيفاش نحسبوا ما قبل اللي ورثوا في الحاله اللي هو ورثوا فيه والتطورات اللي صارت معناها العقارات هذه والقيمه المضافه لها خممنا في مشروع كما ما اتفقناش عليه ما تعداش لانش الموضوع المهم اللجنه عندها صلاحيات وفق الفقره الثانيه من الفصل الاول من المرسوم تاع المصادره كون تنجم تجيب لاي شخص يثبت كونه حصل على ملك معين بناء على علاقته بواحد من 114 تصدر على اساس هذه الرفعه المصدرات مع الممتلكات تاع نوبوك بالنسبه لبعض رجال الاعمال ما نعرفش ما نتصورش كيف شكون يحمي فيه على اي حال جاوني ناس قالوا راه راجل اعمال فلان مشهور بالفساد ومازال يفسد وش بيه مش كيما غيره في الحبس انا اللي نذكره قالوا قبل ما نخرج من الحكومه راني راسلت الجهه المعنيه قلت لهم اللي هي وزاره العدل قلنا لهم فما قاضي في ظروف معينه يحط الناس في الحبس المره كاين وفما حاجه لا يحاولوا يحكموا معلاش حبوش كل يدخل في استقلال القضاء الموضوع لا يستوجب بحث اداري معناها باش نفهموا كان السيد هذايا معناها محمي ولا خدي زلنا نعرف شي بالع في الايمات معناها قضاء معناها يتبعوا في التعليمات اليوم يلزمنا نكونوا واثقين من رواحنا 100% اللي هو احسن قضاء في العالم مش صحيح فما قضاء ان شاء الله يكونوا احسن قضاء في العالم معناها يحتوى باحترام كبير اما مازلنا المقارنه مش هذه أربعة أشهر في اليوم لدينا ما لناش رغبة جدية ولا رغبة واضحة ولا جهد لمكافحة الفساد. هل النهضة خايفة من الفساد؟ أربعة أشهر في ولا من اللي وصل الثورة؟ من هذا من اللي وصل الحكومة اللي من هذا الثورة خليني نقول لك حاجة سامة حتى الحكومة السابقة راهي قاومت الفساد حتى الوزراء السابقين في العديد في السجن
وقفت برشا ناس، كنوا واقعيين وكنوا عادلين حتى مع خصومة، هذه الحكومة السابقة، فما الكثير برشا ناس وقع بعضهم من المناصب. تقول لي توا الشباب ديما يلوموا علينا، ساعات يجوني حتى ولاد الحزب المؤتمر وزيرنا وسلاح إداري وما نسمعوا شيء من السلاح إلى آخره. أنا ماناش داخلين في منافسة بين بعضنا في السابق هكا ولا تحب يظهر. أما راه برشا موظفين فازين وقع بعضهم، ما عرفتش هما قاعدين يفيقوا ولكن المواطن مش قاعد يفيق. قولوا لي علاش؟ تو هذا المنطق باش نخرجوا بلا نقول وقع بعض فلان وفلان وفلان. فلان من بعده وقت يشدوا عليه ملف نقول والله سيدي شادين عليه ملف. أما هذايا على الشبهة قاعدين بعض في ناس وبعدنا برشا ناس. لازم الناس تراعي رانا قاعدين نحكوا في تغييرات. رغم يتكلفنا على التغييرات، خاطر كل واحد يقعد عينه بدل الشخص يقول لك هاو السيد فلان وهاو قريب فلان هي ماشي صح. أنا عندي سؤال، إذا ثم ناس اللي لهم أبعدوا ومشيوا وحيلوا على التقاعد ولا خرجوهم، كان حاب نفهم. السيد هذا نصح وعنده مشكلة علاش ما تخليش يستمر في الحكم. كي يخرج التقاعد وكمل ولا يخرج في حالة التقاعد ما يمشي الحبس، إيش معناها؟ إذا كان نصح تعدى المحكمة ويحاسب، أما إذا كان وظيفة خليه يخدم، لكن إني نبعده ولا نحطه بلا قوسين ما في التقاعد كامل نتاع برا. هاك اللي يتيح في التناقض، أنا برك قريت لك الصفحة نتاعك اللي أنت تلوم عليها، فما مكتوب معين خرجته ندعو فيه كل وزراء لرجاع كل موظفين يوقع معاهم مثل فوضى. أنا شفت كيفاش تحت التناقض. ليس هو سؤال، عفوا سؤال في الشخصية. لا لا ما يسالش. عفوا سؤال. هذاك يستوجب قيم مجالات معينة. هذاك علاش أنا خرجت المكتوب هذاك، هنا جاتني معلومات أنا تعرف سن الوزراء معناها الوزراء بالحق معناها. قداش عندكم الحالة كيما هذيا؟ المعلومات اللي جاتنا 44. بعد سمعنا اللي فما 100 أشخاص شادين ديارهم قاعدين يخرجوا. وخرجت وما رجعتش كل حليتش المشكلة بتاعتكم، خاطر برشا منهم راهم اعترضوا على المكتوب هذاك، حل برشا مشاكل. غير يسون حق انا دور في المعنى السيء. المعنى هو ارجع الساعه كما الجندي يرجع فكره تكون خلينا نعمل صيد وبعد نحكي تقريبا هذه هي الاشكاليه. خلينا نرجع للدار نتاعو برجوعه كان البارح قالوا لي ديكاش لازم تفهم الساعه باش قالوا لي ديكاش. وبعد ذلك كان عنده ملفات ايش بالملفات؟ كان عندك ملف تاديبي كي تحيل حد على مجلس التاديب وتبدا فما ما يكفي من قضايا ضده توقفوا على العمل المال اللي مشى فيه وهو قاعد في داره يتفرج في التلفزه على شاف شعب نسخه قالوا لي ديكاش هذاك ما تخرجوش اللهم كان حد يخسر باش يخلص من جيبه، ولكن حتى الحكومة هذه للتاريخ معناها فما شكون خاف من بعض المشاكل قال خليه في دار وانا ما نرجعش، لا يرجع يشد المكتب نتاعه او الوزارة نتاعه ويتفتح الملف نتاعه ويثبته عنده ملف تاديبي يتحال معناها على الاستاذيه باش يوقف العمل كان زل وفما ملف جزائي يتحال على النيابة العمومية اللي خرجوا بيكاش ورجعتوا انت بالمرسوم هذاك قداش من واحد يتحال بهم تاديبيا ولا جزائيا؟ لا هو اول حاجه ساعه اللي سول حضر ما رجعوش برشا باش نقول لك علاش لانه يعني الاصل في المجتمع نتاعنا هي فكره ان معناها يطلع عليها من الناس حب السلامه الواحد هذا كبير من الملف الاخر قاعدين يخلصوا توا ومش نجاح برشا رجعوهم تحابوا من الاستاذ برشا رجعوهم باش يفتحوا ما عنديش خدمه ما عندناش في الاحصائيات سول حتى خرجت ما عنديش شكون الاحصائيات اما في مقابل ساعات فما شكون يجي يظلم يقول لك والله فلانه مثلا جاوني مره قالوا في ملعوبه في الاداره الفلانيه فلانه راه وقع رجاحه قالوا لها ديكاج الاخير ورجعت وتستفيد من المذكره تاعي انا قلت باهي انا هكا لم جمعت وظيفه يعني اعطيتهم مثل المامورين وترجعوا بلي ربي يخليكم انا تجيبون انا خبر شنو حكايه المراه هذه قعدوا ثلاثة ايام اربع ايام الاخير سمعوا الوظيفه كل دور كان عنده علاقه للتجمع شيء عنده علاقه بسوء تعامل مع الاخر ومش قابلين بعضهم حكايات والناس من الفتره بعض الى اخره الى اخره بعد الوزير قال بالله بدلها ما عندها علاقه لا بتجمع ولا بديجاج بالمعنى اللي فاهمينه في الورقه 15 جانفي ولا شيء كل ما في الامر كان لي سبب ما يتفهموش بدل الإدارة وفما وضعيات كاينها في وزارة من الوزارات خليني نعطيك مثال علاش زاد باش تفهم مش فقط التحصرات في حسن التصرف في المال العام ورجع وقال حسبوك لا فما حد سبب آخر شكون قال لك الكل من التجمع تفصيلات قال من غيرهم ديكاج مش الكل بدون تعميم ما نحكي لك وزارة من الوزارات مشينا عملنا فيها بحث يتعلق باستعمال السيارات الإدارية المعلومة اللي جاتني كون رئيس الثورة جاو المدير العام لصالح مشاكا سيترا قالوا له ديكاج خاطر هو دستوري هو كما قلت في 15 وجاو نهار 15 باش يسكتهم برا يزول كراه كراه تاع وزاره من الوزارات والله يقول لي باش يقول لك حتى ما خرجتش ما مشكل ما خرجتش لك كراه تاع وزاره من الوزارات معناها قاعد تدور عند ناس ما يستحقوهاش فيها شكون مشى يبدل الماتريكول نتاع الدوله ردها كحلوه بينا صورناه بعد شكون مشى صوروه وجابوه ما عليناش شغل الوزارات توا باش تتحل اللي وراي ان شاء الله يكملها برا ما باش يقول لك راه معقده الامور في تونس مش اللي مقدور عليها تونس وقتها فما رغبه كما تنظر ما يهمناش في الموضوع هذا حبيت نقول لك بدينا نتبعوا فيه مشى المدير العام هذا وجا المدير العام الاخر كيف كيف علاش باش يدوا له دوسي هاو كان مره اخرى شاد مسؤوليه في البلاصه الفلانيه الى اخره وديكاج وكذا خلاهم يحوسوا كراهه بالدوله وليسونس الدوله الى اخره. معناها تو حسيت فهمت منيح. حبيت نقول لك معناها مش ديما وين تسمع هذه الثوره ديكاج معناها راهم ضاف قالوا الفساد فما هكا وفما العكس. معناها تو في الجماعه اللي خرجوا ديكاج
صار طلبينهم فضلوا بحثنا أرجعوا للبلاسنتات وحتى يصير في التحقيق صار في التحقيق الكل واللي ما فيهمش كل مرجعش قاعد في داره يخلص طبعا لسوء الحال فما شكون في داره يخلص مش بالضرورة القانون ديجا اكتشفنا حتى حالات أخرى ولكن ولينا نتبعوا حالة لحالة وكان هي دارة قضية راه برشا الناس ما يعرفوش ما نحبش نعطيكم الرقم كان هي دارة قضية راه ضعيفة خارقين متضاعف قوة باش نجمنا في ستة شهور هذيك نعملوا رقابة ونحلوا بعض الملفات ونسوي بعض الوضعيات أما فعلا إن شاء الله يلزمها تتطور جلسة الرقابة خاطر أنا نستغرب مثلا كي نسمع شكون جا وقال والله نعتقدوا كما جلسة الرقابة الموجودة حاليا كافية وبالتالي المقترح نتاعو هذا في إنشاء أجهزة جديدة غير معقول. غير معقول. كلها فساد. بين حفرة والحفرة فما حفرة بين الفساد والفساد. فما فساد مع احترامي للموظفين غير الفاسدين واللي هم الحمد لله موجودين واللي كانوا كيف معنا فساد واللي كانوا يشوفوا في معلومات واللي عندهم ما يكفي المطالب الوطنية والحمد لله. شنو هو موقفك انت الشخصي موقف الحزب التجمعي خلال ثم فترة حطت الوقت قصير كالبيتيشن وحاجة هكا ضد التجمعيين في السبير وتنحات فيسا فيسا معنا لطوع اللي قريتها وعادت اختفت شنو هو موقف انا خرجها قانون خرجها مشروع قانون في هذا الموضوع مش بيتيسيون ما ذكرش صححنا قبل بعد الثورة ذاك اللي فما بيتيسيون تصورش كان صدرت علينا احنا ولكن موقفنا واضح في الموضوع في الارتيكل كان السابق فيما يخص توا حاليا مانيش نحكيو على الانتخابات احنا مش نسبق الاحداث في الانتخابات باش ننظمها قانون انتخابي بعد مسيرة اسلوب فما نسبقوش الاحداث نحكيو عن النشاط السياسي جينا لفقرة سابعة من التقريب فقرة سابعة اللي هو اللي من او الفصل السابع سمح لي زدنا مادة تقول يمنع العسكريين وكذا 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 النشاط الحزب السياسي وزدنا معها الاشخاص الذين معنا كانوا من اعضاء الحكومات بين 7 نوفمبر 87 و 14 في 11 واللي شدوا مناصب معينه في التجمع ما قلناش التجمعيين وذكرناهم عندك من رئيس الشعب حتى المدير الديوان السياسي الامين العام الى اخره هذوما ذكرناهم على سبيل الحصر حتى لا يظلم احد ووضحنا للراي العام سيدي يلزمنا نكونوا واضحين وفما ناس تضغط تحكي منطقه ونصيحه الى اخره راهي ماهيش عقوبه تحب نذكركم بالعقوبة راه عملها بورقيبة عام 57 قانون الزيغ على القومية هكا سماه يعاقب الناس اللي تعاملت مع فرنسا ما قلناش نعاقبوكم نحب يتعاقب حد إن شاء الله الناس كلها ربي ولادكم ما تدخلوش حبوسات واعمل فلوس بالحلال وبالخير وخلصوا ولادكم ما يدور بكم حتى حد في بلادكم مقابل ذلك عندنا ديمقراطية بعد قرون من السداد نحب نحافظوا عليها أنا أقول المنطق السليم كون ينجم يرجع للسداد وصارت في دول أخرى قال إذا مش واعي مثلا في أوروبا الشرقية في بعض البلايص أو قال ضربنا السدادية في بعض البلايص خاطر ينجموا عندهم الماكينه تعاودوا يخدموا نجموا عندهم ريزو كامل نتاع علاقات شبكه نتاع علاقات التجمع راه ماهوش حزب ايديولوجي هذا باهي من الخارج ولا نعرف هو باهي معناه مش كثير برشا مش كما حزب البعث مات صدام وهم مازال موجودين ماهمش هذو الدليل ما عندهم حتى وفاء من عليه هذه حاجه ايجابيه لنا احنا ولكن فما حاجه اخرى سلبيه اذا كان تجمع بين جزء منه تاع فما ناس تاعنا تجمع متجمعين هذاك متفقين لكن فما جزء منه فاهمين كانوا مصالح معينه لابد من المحافظه عليها هذوما تخوفنا كانوا يرجعوا يفسدوا لنا الحياه السياسيه لك علاش مازلنا مصرين على القانون نتاعنا في مناصب معينه صغيره كما رئيس الشعبة او كبيره كما ديوان سياسي او مشارك في الحكومه الاخير هذوما راهم ما نجموش يكونوا ناشطين في احزاب سياسيه والقانون هذا يزال باش نقوا في حاجه اخرى باش نعملوا له عقوبات جزائيه لانه ما فيش عقوبات جزائيه بالنسبه للموضوع هذا. اسمح لي لكن ما تراش اللي ثم ان انت عضو الحكومه والحزب نتاعك يطرح حاجه هكا لكن الحكومه تعين مسؤولين تجمعيين يعني نمنعوا من انه يعمل حزب سياسي وحده اما كي انا نرضى عليك كحكومه نحطه في الموقع اللي حاجتي بيه خلينا نتفقوا سلام بالله خلينا نتفقوا الحكومه تو راهي هي ذمتنا هكا ولا لا كنا في مصر ما بنعرفش مش مصر معلش ليني بوليتيك لا مانيش فاهمين لا 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 بالنسبه للتجمعيه مش جوك مش ترضى عليه تحطه في الحكومه يقول لي باهي ونضيف وحاجتنا بيه كي يعمل تجمعين حزب وحدهم توليو اها هذوما تجمعين ولا القانون فرؤية سياسية لا هو بالله سامحني التجمع اللي عطوه مناصب شكون لك حاجة راه في بسيط نعطيك مثال ما نجم نسميك على الأقل 20 والله يوصل لي توا سي أحمد بسيط نذكرك بحاجة لأن نحن في المؤتمر المركزي الجمهورية كنا ضد كم كنا وزير الداخلية قلنا لهم قبلت خليني نقول لك حاجة قلنا لهم سي أحمد بسيط وزير الداخلية نقول لكم تسمع أخي تعرف قلنا لها كان نرجعوا شوية للجهة قلنا ما نجمش قلنا قدام ناس كيما هكا نتكلم معاكم بعد يلقاو ناس كيما هكا قلنا لها كاش عمرك هو لكن خرجوا لنا تصور اخر قال باش ندور عليك نحن غدوة كي باش تختار مدير الديوان نتاعك انا اخترت مدير الديوان نتاعي من الاول اللي انتقدت حتى السيد رئيس الحكومة ومن حزب الشعب وما جاش حد دبر عليا من خايف في الله ولا السيد لكن موش جمع فهمتك اما وافقوني على اختياري اي لكن معناها بلو اخرى ما تدخلوش في اختياري انا نعرف شكون يخدم معايا في البيرو جاء هو يقول لك انا نحب المستشار الامني نتاعي الوزير السابق لسبب ما ونحب مول وزاره الداخليه على الاقل واحد يخدم معاهم نحبه بعدين
ويعرى كل البصائر هذيك معناها ذات اهميه كبيره وكذا، وهذه مش نظره نتاعو، احنا راينا ذلك تحب الواقع، ولكن على حال هذا مستشارين ما نقولوش عليه ثابت كون ما كانش معنا ما كانش معنا في الشكل الحكومي. رئيس الديوان جبالي يعني سي عمر الصايري استقال يقول لي هكا ولا؟ ما استقال ما اعتقدش بعد خدم 4 أو 5 شهور في لا اقل تصور على اي حال لازم نعطيك برشا اسامي يعني الحكومه هنا في موقف متذبذب ما عندهاش موقف واضح من التجمعين لانك لما تحب تلقى سبه ديما تلقى سبه هذا حشنا فيه وهذا كذا وهذا يعرف ملفات فكان يجي معايا وقبل نخدم معايا فنلقى لا على ذكر يعرف ملفات نحب نقول لكم حاجه في اداره الوسيط برشا ناس تعرف ملفات والله ما فما حتى حد كي يمشي تعب لابس على رجليه واقف كفايات تبارك الله الاداره توسيع على التاريخ مش اليوم على يعني مش هذا رايي خاص هذا رايي انا الخاص ولكن علاش مثلا على سبيل المثال تلقاش حد انا دخلت يخدم معايا في 6 شهور ما عندوش علاقه بالوظيفه العموميه ولا من حزب ولا من اي طرف كان كل ولاد اداره اغلبيه الوزراء الاولى قضاء الاداره لقيت محاسبات حد وحد والبقيه كلهم من الوزاره الاولى او من بعض الوزارات الاخرى فبالحق معناها ما جبت حتى حد ونعتقد كانوا متعاونين الى درجه كبيره والحمد لله على الاقل مش كل لك جزء من الحمد لله. معناها باش نلخص يعني النهضه ما طلبتهاش انها تحط تجمعيين لكن السي بي ار كان موقف باسم الامين العام تاعو تو هاني قاعد نوثق اللي ضد حتى الناس من الحبيب السيد والناس اللي كيفو ضد التجمعيين نقطه على السطح. نعاود نذكرك راهو الرئيس الحكومه في اتفاق كنا نحكيو مع الخليفه في النهضه وتكتل على تشكيل الحكومه. المستشارين إذا برشا عليه في المستشارين ما نجمش نذكر عليه في المستشارين نعاود نذكرك المرة الأخرى. هذه هو موضوع اتفاق. الواش هو اختار الاختيار هذا تحب رأي خاص سي الحبيب السيد ماهوش مختص في الأمن. أنا اللي يحب يقول راهو محتاج الكفاءة محتاج الكفاءة الإدارية ما قالش كلمة في الأمن شو اللي مختص يعني ماهوش مختص في الأمن. فأنا بدي نستغرب ولكن هذا اختيار السيد رئيس الحكومة وهو حر في ذلك من ضمن الاتفاق اللي بينه وبينه كمؤتمر وتكاتل ونهضة هو كون الحكومة لا تتفق مع بعضها. ينجمش انا هناك في بقيه المؤسسات نحب نقول لك حاجه راهو ثم توجه لتغيير رؤوس المؤسسات جلها مش نقول لك شكون الا من رحم ربي وجات فيه شهادات في انه قاعد يخدم شكل ولا سكر في بلاصته اما بشكل عام راهو قاعد تصير تغييرات. لا انا سامحني انا اقول لك هناك كمواطن اذا تحب تقترح القانون هذايا مش نقول انه من الاجدر والاكمل انه يمنع تعيينهم زاد تجمعين في حزب سياسي بركه ويمنع تعيينهم في مناصب حكوميه ابركي من عمده او المعتمد او الواحد الكل فيمنع فيكون هنا عنده معنى. انا معك خاصه في العمد وفي المعتمدين انا معك في الخط وخليني اقول لك حاجه راني خرجت من الوزاره تو على غالب شهر يواصل الخير الكل لا مش على الاستقاله ولكن خرجت خليت هالفكره هذه ان شاء الله معناها نمشي فيها في وقت من الاوقات هي ضروره تغيير المعتمد معناها انا من رحم ربي رضاوا عليه السكان غاديك ومش كل اللي رفضوا انا قليل اللي تلقى 31 عام لانه بشكل عام سلوك معظمهم كان سيء ما نفع عن السلوك فبشكل عام فما تغييرات ممكن تبع فما شيء يسقط اقتراح قانون عند المؤتمر يمنع تعيين تجمعين في دوله ابارتير من يمنع تعيين من تحمل مسؤوليه التجمع في مناصب معينه ولو نقول لك عمليا راهي قاعده تطبق في الاداره انت ممكن ما تحبش تصدق انا اللي نعرفه كونه قاعده تطبق في الاداره الرموز معناها اللي كانوا يشتوا بشكل كبير في التجمع من خلال حتى ما تصدق. اذا صارت حالات قليله برشا وعاده تكون ناجمه عن جهل. يعني نقول لك حاجه نحن رانا ماناش ولاد اداره. نحن نعاودوا على ولاد اداره باش يعلمونا ونسب احيانا كل الوسائل معنا الشرعيه والكل باش نعرفوا هذا شو تاريخه والى اخره باش نجم نفهموا رغم ذلك انا ما نجمش نعرف الناس. اذا عينوا شخص انت عندك معلومات اللي هو كان من رموز السادات في السابق الى اخره تعمل بين الاداره خليه يبحثوا هو مش بالضروره اللي يعرفوا. عملتش محاولات لفتح ارشيف الداخليه والبنك المركزي؟ انا اليوم ناسي هذا نعرف صار تعليم نعرف شكون عقد نعرف صار في شيء نعرف شكون مشى نعرف في صار قضاة مرتشين ما نعرفهمش شكون لانه وزاره الداخليه رسمت نتاعها اليوم مقدسة. هل لازم نكون نستناو كيما سبعين 30 سنة باش نقدر نحلو الأرشيف؟ هل ثم شكون ما يحبش في موقع قرار اليوم ما يحبش الأرشيف يتحلو؟ هل صحيح هذه الحكاية اللي سمعناها لبعض حتى المستشارين تسرب تاع المرزوق اليوم كان عنده تعامل مع الداخلية في وقت سابق لبعض الوجوه المعارضين زعماء اليوم عندهم تعارض في وقت معين لظروف معينة تعامل مع النظام السابق؟ هل أنه التاريخ تونس المكتوب في الدفاتر هذيك مش قدرنا مش نشوفوه يعني يقعد مسكر ويقعد نحاسبه على الشبهه وعلى نلوج على الادله في حين الادله الكل موجوده في ارشيف الداخليه. والله ما زلت في الاسبوع اللي فات تقريبا بضع ايام نحكي مع حد قلت له بالله شوف لنا حد معين ولاش شوف لنا فريق عمل يخدم على موضوع الرشيد راي انا بصراحه ما ادريش بالنظره البسيطه دي. انت برك كنت تحكي وان شاء الله تطلع كنت تقول في غلط ولكن تحكي على ناس مورده وناس مورده سيدي فما ناس مورده في الاندلس البديل كل فهم مرتبط تقرب ما تقرب خوك تقريب في كوف
الناس اللي كي تيح تسمع منها العجيب وسمعنا برشا اخبار يا اخي ما دريناش بالضروره ولكن سمعنا بعض الاخبار نلقاو زاد برشا رفيق في بعض الادارات تعاملنا بها بشكل عام على كيف هذا كتب تقريبي هذا موجود هذه تذكر البيرو سقوط تاع فوجيموري وقتها وبعض الصحفيين معناها مسجلينهم اللي هو صحفي معارض كيفاش ياخذ فلوس من الاستعلامات نتاعهم يا اخي ويسجلوهم باش يعملوا ملفات انا ما اعتقدش يعمل نفس المفاجات سيئه يخلق ازمات في المجتمع في تصوري لذلك علاش نقول لك نهار كي اتخذ القرار لابد تنخيط الحكومه انا في رايي لازم تفتح الموضوع هذا نقاش الساعه في داخل كمجتمع ونقول شو التوجه نتاعنا بعد ما نسمع تجارب اخرى علاش قلت لك انا كلمت حتى قلت لي عملنا ريسيرش في الموضوع تجارب المقارنه قبل التسرع اللي ما جبتش تعرف وعملوا الدبي تقول نعطيو الحق كل واحد حقه سي نزل عاكل جبت الموضوع هذا وشو شوف من القرار وغيره وعملنا ادوات جو بعد جانب الاخير ويحكيوا على مشروع اخر مش اسمه اخراج الارشيف وانا ما القضاء على الارشيف فيما يتعلق بالحياه الخاصه وغيرها ارى ربما راي ولا انا اقول لي زمه فما هذا صحيح هذا صحيح نناقشوها السنه مش غدوه والوقت مناسب ما فما حتى مشكل ويتخذ القرار ما تصورش فما شكون يحكي شكون حسب معلوماتي اما لو اتخاذ من ان يكون بالامر الهيئي علم الكون الداخلي ومجلس الخبرات في العالم كله لا تحتاج الارشيف يحكي على تلاف الارشيف بفمك مصلحه البلاد هذه امور امين نلعب مش بها اما قول لي ارشيف فيه جانب يتعلق بعض الناس اللي نعرف شكون يعمل السد للحقيقة باش يتمنى القلب باش نعرف باش يحاسبوا يا اخي باطني باش يحاسبوا يا اخي يخلص الاعلام اللي كان يخلص لانه اليوم انا القاضي كاش تعرف اللي كان كان يقطع اليوم ولا لا عندي ما فماش امكانيه اني نجيب البروف ما انا مثلا عندي حل للموضوع هذا اللي هو القانون تاع اللي قدم المؤتمر الجمهوريه واللي يحكي على لجنه يختارها مجلس الوطني التاسيسي من القضاه تسد جمعيه المحامين الى اخره عندها مطلق صلاحيات وعلى كل الادارات تعمل معها كان المفروض احسن القانون هذا باش نعرف شكون القاضي فاز أو المحامي الفاز اللي كان ياخذ تعليمات ويكتب تقارير أو القاضي اللي كان ياخذ في تعليمات يحكم في قضايا سياسية تبقى للقانون هذايا كان تعدى وإن شاء الله المخيم في النهضة في غير يصدقوا عليه أنا أعتقد كون القانون جيد يحبوا غير فيه بعض التفاصيل به ولا ما تصيرش كما العفاء أنا مع العفاء خاطر القانون يسمح به في سبب زراعة الطبق وما فهمتش إن شاء الله ما ظلم حتى حد وإذا ظلم حد إن شاء الله يرجعوا لحقه ولكن سلبية العفاء كون ينجم يظلم حد وفما ناس تمنع القانون هذا ما يمنع حد وما يظلم حتى حد لأنه حالة بحالة وفما إمكانية تطلع أمام القضاء من ايجابيات القانون هذا كون اللجنه المكلفه بالتحقيق في الموضوع هذا تنجم تلجا لاي دار باش تلجا لدار الدوله اعطيني الارشيف فيما يتعلق بفلان القاضي ويجاوبوا علاش ما يجاوبوش وخليني نقول لك حاجه عندي ماكل معلومات نقول لك راهم موجودين في الارشيف وغيرها وراهم يتعاملوا مع الحكومه معناها ما عندهم حتى مشكله جاوا على طلب شرعي من السلطه الشرعيه راهم ما عندهم حتى اشكال في الموضوع هذا يعني نقول لك مثلا اعطيك مثال القضاء العسكري طلب من وزاره الداخليه باش يخشى جهه الاسلحه طلب معلق اليوم الناس هذا يعني امكانيه التعطيل ولا امكانيه هذا ما نحكيش على الارشيف اللي تحق ايامات الثوره ما نحكيش على الارشيف اللي اختفى ما نحكيش على الارشيف اللي تعرف في كمايل ومشى مع العمد اللي يصوروهم الفيديو ويعرفوا دونك الارشيف هو باش يقعد اعتقادي للوقت كل ما يمشي الوقت كل ما تصعب المهمه والسؤال اللي ما حد بالحق ثم هكذا سياسيه ومن هذيك كله كلام برا وفي الاخر حتى حد ما باش يجرب باش يحل الارشيف لانه اول ما يعرفش باش يلقى فيه كان نجم يلقى فيه العضو في حزب ويلقى فيه الحاكم الفلاني يلقى فيه وتحبوا دونك الناس كل عارفه روحها لا خليه مسكر كيما كيف هذا الارشيف البنك المركزي والارشيف الداخلي نصور كي الارشيف البنك المركزي اسهل لانه على الاقل كل جرائم ماليه ما دخلناش في عرض وما دخلناش في كل جرائم ماليه لازم يتحل علاش حتى اليوم الناس هذا الارشيف البنك المركزي ما يتحلش هل علاقة وجود تمنية اللي عندها علاقة بعدم فتح الأرشيف؟ صح خلينا نتفقوا على مفاهيم الأرشيف هي وثيقة لا ماهيش جارية، الأرشيف هو وثيقة مخزونة. عندها فترة زمنية معينة قديمة لك علاش هي في الأرشيف؟ المركزي الأرشيف تاعو ما عرفش أهميته ولا ما عرفش دعوة. أهميته شكون خلقها؟ أما وثائق شكون تحت الهرمون؟ شكون خرج عملة؟ المعاملة حتى بالوثائق الجارية اللي موجودة في مكاتب الموظفين في البنك المركزي فيها ملفات، شكون قال لك ما خرجتش ملفات؟ برشا ملفات برشا من الفئات عند سيد الجمهورية بحكم كده تونس برشا من الفئات عندي كمان برشا من الفئات ربما عندهم غيري ما عنديش فكرة موجودين برشا مش حاجة تقول لك برشا من العالم لكن موجودين من الفئات على الملوك والبنك المركزي غيري ما عنديش في سنك على شخص كمان الطيف ايه علاقته بالحكومة علاقته بالجهة علاقته بالنقل يكتب حركة عندها حتى تاسيا مناعي شبيس كنيجا ويجي بريق كما تاكل يحكم في سيدي سكري كريمون اللي بعد تصريحة الراش كي نعرف لي برشا ناس توافق على كريمون سكر نعرف لي هو حب راه تكره كيما مركز مراكز القرار في دور السياسة اللي مش عادة لي شنو علاقته مع الحكومة هل صار اتصال بينكم بين مثلا بين الوزارة
هو ولا حتى عادات مشكوكة. هل صحيح اللي فما ناس محسوبين عليه تسمى سياسة العقل محسوب على كمان تلف برشا ناس؟ هل علاقة الشخص هذا هل ساعة فيه بيتعامل مثل الفساد؟ هل صار تحقيق بشأن مثل الفساد؟ وهل عنده علاقة بالحكومة بطريقة أو بأخرى؟ سواء علاقة مصاحبة أو علاقة صراع؟ والله ايش اقول لك حاجه، معناها حكيت هذه نسمع فيلم في محدش طبعا نسمع حكيته في علينا يعني من بعد قبل حتى جابوا المحكمه الموقوف على هذا هذا حكي اخرى في سيرة عبد العلي وبعد رجع كل هذا حكيت على فوتو بس اقول اما معلومات كعضو الحكومه انا ما عنديش. هل انه تفتح بحث فيما يخص الشخص هذا؟ انا ما نعرفش شكون بحث في شيء معين تعلق بالصفحات في ملف يخصه وما لقاش. في الارشيف الكل لا، اما في جزء من الوثائق وفرت المصالح نتاعي بحثت في الموضوع هذا ما لقيتش حاجه، مش معناها ما فماش. هذه انا نقول لك حاجه، نحن في شركه مش على شخص، شركه تبع شخص، لكن نحن نقول لك حاجه، نحن علاش تحلنا؟ الفكره هذه نتاع اللي مقلقه تونس نهار واحد كان فما شخص فوق اللي يحاسبه ولا قادر باش يشري ولا غيره. والله هذه قالت الحكومه السابقه هي السيف معناها ما تحبش تقف على روحها هي حره. وانا مش بالضروره نصدق الحكومه السابقه عندها علاقه بسيد العالم. نسمع كل شيء ديما الاحتياط واجب رغم في عالم مش كل حتى كان يقول لك باش نعرف كل شيء. الحكومه اللي انا فيها بصراحه ما دورتها مش حلوه كانوا الناس تحكي الكلام هذا، كيف ما حاجه نعطيوها. انا على الاقل يتوفر لي عدد محدود من الملفات، كان فاش كل شيء ما لقيناش حاجه تذكر، لقينا يعني بعض الوثائق تخص معناها في صفقات معناها الكل ولا الشركه نتاعو، ولكن ما لقيناش فاهم يسمح معناها باش نحكيو على جريمه. هذا معليش بالدفاع على شخص ضد الشخص، وانا يكون المفروض ما نسميلكش اسماء عباد. لكن حبيت نقول لك راهو كانت وفرت لدينا معلومات راهو قمنا بوجهنا حسب معلوماتي انا، ما فما حتى حد فوق القانون وما فما حتى حد اكبر من الحكومه الا الشعب اللي انتخب الحكومه. الشعب اللي انتخب الحكومه راهو ما يحب يخاف من حتى حد. ولا حد معلوماتي زاد وحتى نقاشات داخل الحكومه انا المفروض لا يقبل في عندنا حد فليكون ذلك ولا. اما نعاود ناكد لك راني ما نعرفش اللي فما ملف جاء فما شكون احنا. هما راهو حسب معلوماتي ما نجمش كنا بيت المجال. انا في مجلامك في حال في التحريك اللي صار الكل حتى يوم الناسي هذا ما فماش باش يعيش فساد كما تعرف. نهار تلتقى ما نعرفش تلتقى راحتك برشا في ذكر الاسماء من حقك صحفي شيء وكل شيء من الحق. ارزل شويه ربما كل مش معناها اني خير منك، ربما انت كما غيرك انت ربما راس الثور. نحن كنا نحسب الى حد ما وسيقع تغيير وتفاعلات الرسوم، لكن بعد ولات الاحشاد ولا مركز واحد ولا اشتغل معنا. نحتاج الناس اللي كنت في زمن تتقال كلمة الكل، انا الحق راني بسبب هذه الاسماء دون دليل، من هاتي لقى دليل ما يكون حتى حد في يعني، اما سيدي الحد سميتك على حسب بعض الوثائق اللي عندنا، غيرها راني ما نعرفش لا الباهي لا الخير، اما حبيت نقول لك تمشيش تتصوروا رانا بربع عيني دينا في كل الحكومه، وانا الحكومه دائما بربع عيني، تسمع معلومات على شخص تمشي، اللي عنده توا معلومات يبرع مية موجودة، الأحزاب موجودة، الناس تحب تقاوم الفساد موجودة. أنا أقول ما نخوفوش برشا تونس، الاحتياط واجب، أنا ما نخوفوش برشا تونس، اصلا ما صدقش شكون هو الشخص معناها مش تحت زي بعض الشخص اللي باش يكون فوق الحكومه والناس كل خايفه. انت عمرك ما ارتبطت معاه شخصيا؟ لا شخصيا عمري ما ارتبطت، نعرف كيف تنزل خلاص. انا باش تو حكيت الاستقاله، انا ماذا بين اخوانك فيها؟ اي انا في بالي حسب اللي عندي تكلم في الاستقاله من شهر واحد مش من حتى اقل شويه. وانا قدمت الاستقاله بتاعت سي حمادي جبيلها 8 جوان. لكن سي حمادي الجبيلي ما ردش على الاستقاله. لما صارت الحكايه تاع البغدادي المحمودي صارت مفاوضات بينك وبين جماعه حالات المرأة. تقف في صفهم مقابل المزيد من الصلاحيات. وكان هذا موضوع الاتفاق وخرج انت من التصريح هذاك اللي كان ضد موقف سي منصف المرجع. لما رجع سي حمادي الجبيلي من الخارج الغى الاتفاق وقال انا مع وهذا من صلاحياتي مش مستحق بشهادة محمد عبد وانا ولا غيره، وهذيك الصلاحية الظاهرة من دون شيء تو يدبر عليه صلاحية أخرى. فأنت وقتها يسر قصص من السيف هذا وخسر لك شوية أسمان. يا أخي أنت وقتها استقلت. هاي سيدنا عبد الملوك. نحن مع حركة النهضة اتفقنا على هيئة معينة خلينا ندخل التفاصيل، هي دي اسمها هي العمدية ولا هي العامة يرافق مصاريف عمومية. لمصالح عمومية سمعنا هي العامة يرافق مصاريف المصالح العمومية بالوزارة الأولى موجودة مع 982. قلنا هذه تكون تابعه للوزير المكلف بالصحه الاداريه من صلاحياته. كنا نحكي ولا داخليه وعدل وغيره، بدلنا البلان بي ما عادش حقوق الانسان ان شاء الله الناس ما يصيرش شيء موجود على الحكومه، نمشيو لملف الفساد. اهم منصب عندك يا سيدي منصب يظهر في الظل، وانا نفرح كي نظهر في الظل ونخدم ماشي مع شخصيتي هذا، ولكن علاش اخترت وانا من زملائي ما عرفوش.
ولكن عمليا من اهم الصلاحيات تحتاج صلاحيات هو في المؤسسه الفاسده. هذا هو كان موضوع الاتفاق. يا اخي فما حاجه اسمها وزاره الصحه، ما فماش مش مهيكله، توجد على 87 بنص قانوني من بعد لقى النص هذاك والصلاحيات هذيك تضافت للوزاره الاولى، ما فماش نص يوضح اتفاق بيناتها، الكلمه اللي بيناتها هي اللي توضح. ثلاثه جماعات شديده الدار، سيدي الحكومه قال لا لا وظيفه عموميه ولا العقاب، وهو مش حاضر في المفاوضات وما كتبتش في عقد. هذا هو على اي حال بعد الاشياء الاخير قلت لي في الدار وياخذ استقالتي نهار اثنين كما يحبش. المشكله اللي هي موضوع اتفاق سابق، مش لا ينفع ولا غيره، اتفاق سابق قبل كل شيء. كيش معاك لازم مش لازم انت ترى شيء ولا شيء. بعد ثلاثه جماعات هذا اللي صار. بعد ثلاثه جماعات معناها قلت قعدت ايام 7 ايام في الدار، اتصلوا بنا الخيال من النهارده في مشكله حكم السيديات بعد ما بعضهم قالوا راه سيد الحكومه على يحب نخدم بعضنا وكذا ونتجاوز انا المساله هذه وظيفه ما فهم حتى مشكله تكمل نمشي للامور الاخرى فهمت ما فهم حتى مشكله. هذاك اللي صار كي رجعت قالوا لي راك جبت كلودي كومي دون نص قانوني ما كانك طالب تسوق الطلبه من بكره وفيما يخص الاقامه لا. وانا رجعت قلت له عبيد راه سيد حاسن ماشي نوصل قدام انا ولازم نخدم تضيع لنا برشا وقت ربما غير انه ستريسي مرتاح برشا انا كنت ستريسي 6 اشهر ديما نحس ما مازال ما عملناش نخدم 12 ساعه 14 بعد ما نقصر في 10 خاطر تتعب صحيا ويزم اكثر تركيز وكل ولكن رغم هذاك نحس برشا وقت ضاع علينا سنوات لازم نخدم. على كل حال هذا اللي صار، اللي صار كون رجعت قبلت بعد ما سمعت كلمه الوظيفه مازال اخرين قلت ربما نوعيه طريقتي في العمل الى اخره تقنع في الوقت كون ناخذ الصلاحيه هذه مش ما نرجع حكيت الناس قلت لها جوزنا مش عاود نرجع نقول جوزنا مش غلط معك وانا نحمل هذه وهذه هي في بريزه جوزنا. قال انا كيما هكا انا حق راني قعدت 3 اشهر ما قابلتش السيد رئيس الحكومه ونحن في ارض مبنى الهويه 3 اشهر كاملين ما تحدثتش معه في الموضوع هذا حتى قابلته بعد 3 اشهر. بعد 3 اشهر قلت له راني خلقت في غيابك اللقاء باذن الله راني خلقت جهاز اخر معايا والناس ولات تحكي على خلق جهاز وكذا ما عندوش اساس قانوني ويعرف في العقاب والتفاقم وكذا فماذا بينا نحل المشكله نتاع التفاقم. بدات النقاشات في الاخر جا جواب واضح ما فماش. شنو اسمك بالمعنى؟ هذاك موضوع ثاني مهم في تاريخ 24 مايو حكى البغدادي وكذا في تاريخ 24 مايو كتبت استقالتي خليتها روحت خليت حتى سيارة مع تحت 3 شهور بعد ما نخرج الكل سكت ملف نهائي ما فماش متصل به ما جاوبتش وانتهى الامر بالنسبه لي. بعد اتصل بعض الخيال من حركه النهضه واحد الوزراء الحكومه نحترمه برشا قال له راني حكيت مع السيد رئيس الحكومه وقال له فما حتى مشكله وصلاحيات يتطلب بلي خدمه وفما حتى مشكله وقال لي انا نستقيل معك حتى رجع في الموضوع. اش في ليك رجعت رجعت بعد 8 ايام تقريبا في بدايه جوان والزياره كانت سيد بوزيد كان فرحه بالنسبه لي انا دوما نرجع نعرف سيد بوزيد ما سالي نقول لك اسف ما حدش بيزار فيش ناس تسوي انا تعملت ولا اخلاق وكل لا ما اخلاقش بالعكس كنا قبل نمكن كنت قرات في السلطه تسير معناها حلم كبير هذا لكن يظن فما ناس ما قدرتش قيمته محمد انا مقدر الحق للحظه هذه فيها مش معناها المهم يصلح في واحد وزيد ومهم زاد الصلاحيات اللي عندي انا نجمش كسر كلام اتفاق بين بعضنا وانا زاد عندي اتفاق مع ناس قلت لهم راني داخل كيف حساس نجمش نقول لهم بعض راه عملت لكم اداره الكترونيه على اهميتها تجي غير يعمل واضح هذا اللي صار 24 ماي رجعت 1 جوان بوعد بعد ايام 8 جوان عندي مكتوب لازم احتفل بالبيت سيد رئيس الحكومه يجاوبني الصلاحيات هذه ما كانتش موضوع اتفاق سابق ماكش بتاخذها وعندك مقترح قدمته لي في اتجاه توسيع اجهزه الرقابه الاخيره علاش ماشي فيه؟ لان الاجهزه الموجوده حاليا كافيه. ايش صاير يا اخي؟ لا صاير هذه تسمى هو والله ما نعرف بالنسبه لي انا نسيت انا مسؤول مجهول. ما نرجعوا نسيت بغدادي المحمود. لا قبل هني اهم من بغدادي المحمود. لا مهم مهم مادام جبت سيناريو حلو ياسر عجبني. لا مهم هاني شيء هاني شيء اما في النقطه نتاع سي بغدادي المحمود. انت كان ترجع تفكس على الفيديو اخي عندك تبارك الله هو نسيت في بالي مرجع في الفيسبوك وكذا. هاي سيدي يجبد الموضوع تاع مناقشه القانون المنظم للسلطه العموميه. تتقى النقاش يتعلق بعبارة معينة قرار جمهوري وأمر إلى آخره، أنا كنت ندافع عن موقف معين، نقول نستعمل عبارة قرار جمهوري لرئيس الجمهورية ونستعمل أمر لرئيس الحكومة، لأن النصوص متشعبة برشا، كل ما لقينا عبارة أمر هذا من اختصاص رئيس الحكومة. تو نقول الكلام هذايا ما عرفش قداش في أكتوبر في نوفمبر قداش نحن في المجلس أو في ديسمبر ماكش في ديسمبر أعتقد نحن في المجلس، ومن بعد كي يجيو نأولوا في نص قانوني في مجال التجارة الجزائية في عبارة أمر وفي عبارة رئيس الجمهورية. مش الاول في اتجاه كون صلاحية الجمهورية لا حتى في مجلس وزاري نتذكر للتاريخ كنت الاولاني اللي قال هذايا راهي مش من اختصاص السيد الجمهورية يعني تأويل القانون صوت مع تسليم وبديت رايي كوزير وكمختص في القانون راهو من صلاحيات رئيس الحكومة الوحيد اللي احتفظ بشوط هو معطر قال ضد التسليم في بالي 3 واحد احتفظ وجوج ضد والله مش انا هو الوحيد انا في بالي مش مؤتمر في بالي وزاره مؤتمر سابق ولكن الحق ما سمحني فعلا ما اعرفش فعلا ما اعرفش هذا هو معناها انت رايك كيف من الاشياء انا رايي كون وسيد بغداد محمود يسلم ليبيا
ليبيا لازم نفهموا فيها شوي، لازم تحقيق الخير في ليبيا. عملوا ثوره اقوى من ثورتنا احنا برشا، قدموا فيها الاف هذا الجرحى، غلطوا غلطات كبيره، قوا الناس منحرفين قتلوه هدف. حتى في تونس بعد سقوط بن علي نتذكر في المحكمه واحدة قالوا عندها علاقة بالطرابلسية، الناس يجوا فيها مش عارف بسيطة نخفيها ونحن نكسب، موجود عندنا من الطرفين ناس ناقمة وكذا. بعد كالغاليين هذيك هديت شوية الأمور، رغم مش بالشكل المناسب ولكن هديت، قدمونا ما يكفي من الضمانات وهذا اشترطنا حتى في المجلس الوزاري، سلمنا لمخيلنا الليبيين واحد متهم عندهم، أعطينا فيهم ثقة وإن شاء الله يكونوا في مستوى ثقة ويلزمهم يكونوا في مستوى ثقة، إن شاء الله ربي يوفقهم. حلمنا بوحدة عربية ووحدة بين شعوب عربية حرة معناها ومتحرر من السداد، مازال قائم كمؤتمر وان شاء الله كيتونس ككل يبقى عندنا الحلم هذا. احترمنا خيالنا الليبيين وان شاء الله خيالنا السعوديين يحترمونا ويسلمونا بن علي، ان شاء الله خيالنا القطريين والاماراتيين زاد كيف يبقى عندنا بعض المجرمين يسلموا امنا. شكون قال لك اللي مش غادي نطلبوا فيهم؟ مش بشكل مناسب، وزاد العرب قامت بجريات لكن مش بشكل مناسب، لازم نترجع ولازم زاد المجتمع المدني يعني معكم تو وانا مع بعض خارج الحكومه، ما نسالش كي نعمل شويه تحركات مع بعضنا، علاش كل شيء نرفضوا على الحكومه؟ انا قلت حتى في عام سبعين قال سبسي كي تجاوبوني في التلفزه التونسيه نحكي على الضغط، قلت علاش نضرب الحكومه وانا في وضع اقتصادي سيء؟ هي مش تضرب السعوديه مش فينا نحن نضغط، مش نحن المواطنين نجموا نضغطوا على المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، قولوا لهم ربي يخليكم سلمونا على المجرم هذا. علما كما عندنا ولاد تونس بعض منهم كان يسكت فينا، سمعت شكون يحكي على حق الايجار في السعوديه قالوا لك على حق الايجار واحد متهم بقجرة الانسانيه. احنا رينا ولا واجب الوزير نور يقول المطالب بسليم بن علي في حاله الساعه اللي نحن شيخنا السعوديين ما ريناش هو لو حتى في دار ربي يخليك انا ما انا تمنيت نكون ما نقولهاش، لكن حتى في دار راهو تتعلق بزيارته للسعوديه. زيارتي للسعوديه على الوضع الاقتصادي اللي يعلم الله كل وزير في الحكومه دي على قلبه يخمم، لانه كل شيء مربوط بالاسباب الاقتصاد حكومه كلام وقتها ماشي في موضوع معين، تحسين العلاقات مع العربيه السعوديه، وضع معناها المادي يكون احسن لتونس، هذا هو برامجنا. نحتاجوا حتى القروض هكا خلينا يعني هذه وقع تونسي خلينا نخبي فيها على بعضنا. سي محمد هذيك علاش سامحني نكمل لك في وقتها لعدم احراج العربيه السعوديه في تلك الزياره لم نطلب بالتسليم، اما مش مبدا حكومي عدم طلب بالتسليم، ومعلوماتي تو كان وزاره العدل تخدم في ملفات اخرى المطالبه بتسليم العدل. لكن تونسي مع التزام بمحاكمات المحاكم معاك. خرجنا شويه على الموضوع السؤال، لكن تونسي لما خرج الشارع قالت خبز وماء بن علي لان برايه الاغتصاب وعدم الاحراج، في هنا لهنا اللي سي حمد يجبد بعيد على روح الثوره اللي قالت لي يا اخي ناكل الخبز والماء وخلي الكرامه ما نمشيش تلك تقول لي ما احناش بن علي، لا جيبين تجيب لي بن علي وهذه ما تمحيش في فلوس. اي تونسي قال خبز وماء بن علي ده وتونسي يحب طلب الزياده وكل شيء موجود في تونس. انا كل توانسه لازم نتعامل معهم كلها، ما نحب نقول لك حاجه على نهار ولا اثنين عداوا في السعوديه ما طلبش، راهو ماهوش موقف ملزم ولا ماهوش موقف تاع الحكومه، كون الانسان ماهوش ما طلبوش تسليم بن علي، يحكي على نهارين في زياره معينه ما طرحش فيها الاشكال. قرار لسبب بمصير سمي اللي تحب، اما موقف الحكومه هو تسليم بن علي. توا خليناهم على الاقل يخدموا في ملف شرف الموضوع. انا بديت برشا من وقتك، هذا الموضوع ظهر لي مهم. حكايه اللي النهضه وحمد الجبالي، ما عادش حكايه دور في البوليس اللي حمد الجبالي تقوى على حياته، النهضه ما عادش ما فماش نهضه فما برشا نهضات ولا هكا تحت غطاء، النهضه فما برشا 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 فراق. لما نسمع كلام تقول لي اللي تحاور معايا اخواني حاله النهضه يعطيني قرار وبعد حمد الجبالي نقابل مع قرار وبعد يخرج يبطل من القرار هذايا، شكون يحكم في تونس؟ لا هو اللي يحكم في تونس مش حاله النهضه ولا المؤتمر ولا التكتل اللي يحكم في تونس، في تونس الحكومه الامور واضحه. الحكومه نحكي من نوع هل حركه النهضه وجبالي قتله واحده والا احمد جبالي وحده النهضه وحده؟ لان صدقني معناها انا كلامك اتفق مع حركه النهضه في الحكايه، بعد سي حمد جبالي يقول لك لا بطلنا وصلحي كذا ما نعطيها لكش، وبعد عندها تقابل تتفق معه من كلي في حكايه، وبعد بعد جمعه جيت خرجت حكايه اخرى تاع صلوحية ما فماش، معناها شنو اللي صاير؟ كيفاش اخذ قرار في الحكايه دي؟ هي ما نعرف، انا فضلت انا نخرج وما نعرفش، ما نحبش نعرف، ما نعرف حاجه واحده كان جاي الوقت كله نخرج ما نجيبش الواسط حتى هم. بالمناسبه عندي مشكله قبل راني عارفه بس حالي راني نجم نحارب الناس الا حاجه واحده فريق اللي نلعب فيه نجمش نحارب هذوك ما نجمهمش، هذوك لازم يكونوا عائله واحده باش نربحوا، ما كانش معك مخسوره في الاولى بقى في حكومه وقت صار فيها الغموض الخروج منه خير في تصوري انا هذا نحكي يعني شو تفسير الغموض تاويلات ياسر انا ولد برشا تاويلات احتفظ بها نفسي وانت اكيد راك قاعد تاول اي حد انسان يأول هو حر شيء ثابت بشكل عام نقول نقرا الخير تونس ما عادش تنجم ترجع للماضي ان شاء الله ما تكون كان احسن ان شاء الله تصير تغيرات انا باش نجم نقول ايجابيه ان شاء الله تكون تغيرات. ثم الباب ربما يستهدف فيك انا اسالك اسئله بريف واضحه من برشا من وقتك
المؤتمر نتاع المؤتمر 25 اوت شنو تتصور النتيجه نتاعو؟ مؤتمر النهضه، هل تتصور الشق المتشدد باش يطلع، الشق الاقل متشدد، او الشق اللي ترى عنده اكثر حظوظ باش يوصل؟ المبادره نتاع الباجي قيس السلمي تراها طموحها السياسي شنو مستقبلها؟ وفي الاخر خلي لك مساحه حره باش تكمل كيما مسألة المؤتمر نتاعنا نحن فعلا أولوية مطلقة بالنسبة لنا من هنا 25 يموت وبالنسبة لتصور راح تشوف شباب عمالة تطلع قبل ما تروح تشوف قداش متحمسين ويتعبوا أكثر مني أنا يعطيهم الصحة البارح في جندوبة ويدوروا إلى آخره إعادة الهيكلة انتخابات بشكل ديمقراطي ما يتدخلوش فيها المكتب السياسي كان عندنا اقتضاء الدخل بالمطالبة تطبيق النظام الداخلي في بعض الحالات القليلة ما معناش حتى أنا نتصرف بشكل ديمقراطي إن شاء الله ننجحوا نتعداو المؤتمر، المؤتمر مش منتظرين منه فقط أمين عام جديد ومكتب سياسي وقيادات جديدة منتظرين منه زاد ورقات عمل لازم تظهر في تخرج في جميع المواضيع من بينها مسألة الهوية نتاع الحزب. نحن ليبراليين، نحن وسطيين، وسط يسار، خاطر هذه كلها مهم ياسر كون تتبرر بشكل أكثر وضوح من مؤتمر القيروان. كيفاش تأثير المؤتمر؟ عن طريق الصناديق باش يقع بعض حتى عن طريق القرار، حتى عن طريق القرار المشترك معناها لانه ماناش نستعملوا في الاساليب سان فيها حزب اخرى تقول لك نحن حزب ثوري ونحي هذا وحتى ما عندي الحق نحي حد ونحط حد اللي دخل في النظام الداخلي. ممكن نجم يطلع تجمعيين ولا الناس اللي منهم التهزيد يهبطوا برشا برشا. التهزيد ممكن وتجمعيين بمعنى ايش نقولوا في الداخل كانوا عندهم مناصب في التجمع ما يتقبلوش هذا النظام الداخلي. انتهازي النظام الداخلي يحكي على حسن السلوك اذا وصل الاخلاق بشرط حسن السلوك اي اما كان في داخل انتهازي ما عندنا حتى اثار خارجيه لا غير بشكل بعض من هذول ان شاء الله ما يطلعوش ان شاء الله يكونوا واعيين برشا ان شاء الله يفهموا انه هو الحزب الجمهوري قائم على اسس تسلق مش باهي ولكن من حقهم كانوا يكون عندهم طموح. قلت لهم شباب المؤتمر لو عندنا اوقات ولا في وقت من الاوقات طرحت علينا الخلاف في النهضه مثلا في نقاش معهم معتقد بعض الاشخاص اللي سميتهم في بعض المناصب، المناصب اللي عندها بعد سياسي من الناحيه القانونيه، انا باش نحكي على الاداره العموميه، كنت في الاداره وكنت لاعب الوظيفه العموميه وما سمحناش بالتجاوزات هذه، واصلا ما كانش فيهم شكون يحاول، المحاولات الصغيره اللي صارت حكينا عليها بعض المشاكل والحمد لله، ما كانش عندهم مشكله كبيره في الاداره، اما بعض المناصب يجب يكون فيها سياسي، والله في بعض المواقع ما لقيناش الشخص المناسب، في بعض المواقع مربوطه في الموقع كيف مش مشكل سفير في عاصمه مع عواصم مهمه حتى لو نذكر المخيم في وزاره الخارجيه وحكينا معاهم وجاوا قبلونا وكذا قلنا لهم سيد وزير الخارجيه راه واضحه الرؤيه بالنسبه لي هو بعض باش يكونوا سياسيين ولكن الاغلبيه باش يكونوا بلاد اداره اللي عندنا ثقه فيهم واللي ما تورطوش وصلنا زاد الكوارث ما نعرفوا في وزاره الخارجيه كيما غيرها فما ناس محترمين جدا ومهنيين باش يكونوا دبلوماسيين كل شيء يكونوا هما الاغلبيه لكن بعض السياسيين شكون كان ممكن يكون واحد منا في وقت من الاوقات ربما في بلاصه معينه في مكان معين بروفيل معين للبلاصه هذيك بسوء حد ما لقيناش. صار شويه مشاكل فما ضعف بعض السياسه شويه زاد في سنه 2012 جبت لك الموضوع هذا باش نقول لك راه طموح مثلا مشروع عادي كون يجي الحزب باش يكون عنده مكان مش منطقه تصرف منطقه تخدم تثبت ولائك لحزبك لبلادك قبل حزبك تثبت ساعه في مده معينه كان عندك خطار تتعرف خاطر ما تجيناش في شهر اثنين وان شاء الله الحزب هذا يكون كبير وان شاء الله يكون ولادهم في اعلى المناصب ويمشوا خاطر كي يفشلوا هما يفشلوا الحزب معاهم. راه بالمناسبه راه معولين الاعضاء في الحكومه بشغل باش ما يغطوش سامحني معاملين على السيد رئيس الجمهورية أدائهم هما مربوط به أداء الحزب ونتيجة الانتخابات الأولى في الحزب وقيمة الحزب وأدائنا نحن اللي هو كيما أنا اليوم على إن شاء الله نتفرغ لحد كبير الحزب لو رجعت محمد أو باش نرجع محمد هذا اللي نقول فيما يخص النهضة والمؤتمر نتاعهم إن شاء الله ربي يوفقهم أنا والله فعلا راني ما عنديش معلومات حاجة واحدة تحكي أنت الكليك على الشق المتصلب وكل الحق ما نعرفش ملي نعرف كون الشق اللي ما كانش متصلب قبل 14 جرافي تصلب بعد 14 يتصلب بعد 14 وناس ضربوا اللي قتلوه اللي عرضوه. تصلب بالمعنى السياسي او الديني؟ لا تصلب بالمعنى السياسي. بالعكس ما عنده حتى علاقه بالمساله الدينيه في تصلب لا بالعكس. الشق اللي نعرف لا قداش كون غلط ما تاخذش معلومه منه. لما نعرف شق معين معناه في حركه النهضه كان معناه من الحمام من قبل 14 شهر. ما نعرفش من غير ما نسمي الاسماء خاطر هو نحكي لك على الاصدقاء وما نسميش انا ما قلت لك مانيش مؤرخ ولا صحفي. فكانوا معناها هادين جدا قبل 14 نهار 15 ولاو من السقوط واول ما ولاو من السبور ضربوا اصحابهم اللي دافعوا عليهم تيله الفتره اللي هما في الحياه السياسيه لا ضربوا اللي عذبهم ولا انتهكوا لهم حقوقهم ضربوا اصحابهم ان شاء الله ربي يهداهم وان شاء الله حركه النهضه تلقى حلها معناها اللي يليق بها كحركه كبيره وقدمت تضحيات كبيره ما لازمش تمشي حرام التضحيات هذه برشا من الناس نحبهم ونحترمهم برشا نذكر سنوات السجن نتاعهم كشباب اللي خرجوا الظهور نذكر اللي كانت عينين تدمع لهم ولكن عينين زاد اللي كانت تدمع لهم راهي مش تدمع مره وتسكت مره كانت تدمع على الامومه وتدمع على حمد همامي مثلا كي يطلعوا في الحبس وغادي ربما نلقى حزينه ولا بنت ولا تبكي كنا نحسوا على بقينا تونس الكل وولا مستنيين خاطر عددهم كبير واللي تسدوا سجون وتعذبوا برشا ان شاء الله نسمعهم ان شاء الله نلقاهم هذوما فيهم برشا كفاءات برشا وجوه توحشنا ان شاء الله نلقاهم نهار معناها
في قيادة الله فيها فيهم برشا ناس سابقين، القيادة الحالية زاد فيها ناس محترمين جدا. إن شاء الله ربي يوفقهم لما فيه الخير، خاصة عاود نذكر اللي كنا نقولوا فيه قبل الأوروبيين كنا نكون هدف الحرب هذه حركة معتدلة مقارنة بغيرها من الأنظمة السياسية الدينية في العالم العربي، هي فعلا في الجانب هذه معتدلة. إن شاء الله زاد الاعتدال ما يوصلش معناها برغماتية مبالغ فيها. لا ما تصدقش مهما كانت النتائج، لا ما تصدقش البيجا قاعد يسبسي والمبادرة تاعو، وين تحطها في موقعك؟ البيجا قاعد يسبسي، نعاود نذكر المرة الألف نفس الجواب اللي قلت أقول فيه خارج الحكومة قبل في 2011، هذا شخص أوتي فرصة لم تؤتها غيره، هو سي فؤاد المزهر، خاصة هو ظروف الصورة أكثر، شارك في السبات بإيجابياته وبسلبياته ولكن بسلبياته، تدخل على الدم العليم مدة صغيرة إلى آخره كما الحالة بالنسبة لسي بيجبال سيبسي مدة طويلة بيجبال سيبسي مدة طويلة، وفي الآخر يلقى روحه يقود في ثورة وهو ما عملهاش لكن يقودها ويوصلها لبر الأمان. 24 ديسمبر سيف فؤاد المبازر خرج في تصور يستحق الاحترام، هو علاش؟ خليني من الماضي ومن الأخطاء، تحب ولا تكره في عام هذاك كان ينجم يعمل حاجات ضد الثورة، ما عملش، مشى مع الثورة، شوية احترام للناس. نفس الشيء سي بيجبال سيبسي، حاجة واحدة نوصل باحترام كبير من هاتي نحن دينا اللي قبل في الخسارة، ولكن الباستاسيون صارت نهار 26 ديسمبر، 26 ديسمبر نوصل له كل شخص هذايا فعلا محظوظ، لأن الناس ناضت 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 ويوفى حياته الكل، ربما يتعامل مع الأمن ولا يتعامل مع نظام بن علي باع طرح، صارت لنا شكون صحابنا ناضت ناضت باع طرح في الأشهر الأخرى سقوط بن علي. قلنا لما نحكي في كليك على فيديو في 2009 في جنيف، نقول لهم اللي حد يبيع طرح يبيعوا قبل خمس سنين، ما يتبعوش تو نظام ربما مازال أشهر أو سنوات، فرس عليه تقال في الجزيرة المباشرة. فما شكون غلط الغلطة هذه؟ سي باجي بالعكس غلط أكيد، ولكن أنت هذه هي طيبة جدا خلاه يظهر في صورة الموقع تاع تونس. ما نقولكش ما يرجعش للسياسة، ما نحبش أنا نحكي لك سن وإن شاء الله ربي يطول في عمرك خير ويطول في عمرك سوء خير. تعامل مع مشروع قانون خليني نقول لك حاجة، أنا جايك عاد لكن خليك أنا نكمل لك. أما كونه يرجع للحياة السياسية يرجع، أما يرجع من المفروض بصورة إيجابية في تصوري اللي مخوفني أمرين. مسألة جمع تجمعي وربما المشروع هو التقاء المصالح، هذه التقاء المصالح راه تدخل فيها الفلوس. كي نشوفوا اللي فما انفاق هكا والكل نقولوا طبعا تمويل هو حر ولكن يبقى في حدود الضوابط القانونيه، ان شاء الله يكون في اطار الضوابط القانونيه حتى يثبت القانون اللي نحكي لك عليه واللي هو يمنع اشخاص يشدوا مناصب معينه من دون يعملوا في احزاب سياسيه. اخر سؤال تجاوزته، حكيت في حامد زيد وسليم بكا والقضيه اللي طلب منك سليم بكا باش ترفعها، لكن كما قلت لك يدوروا دي البنيت كبار اللي حصل عليك ضغط من سي حامد زيد اللي كان مدير المخابرات كما نقولوا، وانك قعدت يعني راد مترفض في الاخر ضغط الضغوطات هذيك واسلي بكى عمل محامي الاخر، ما مدى صحه الروايه والحكايه هذه والقصه في كلمتين هذا طول على البراش. سي بكى ما عمل حتى محامي اخر، عنده محامي الوحيد اللي قدر تشير الشخص اللي سميته واللي هو بالنسبه لي انا تم حتى تثبت الاداره نتاعو. والحكاية هذه ما عرفش شنو جاب، ما الثابت كم جاء في وقت من الأوقات سي حامد زيد وإذا شكا من بعض الحقوقيين من أصدقائي قال لو تهجم علي من بديل ونحب نحكي الكل، هذا اللي صار وقربت من البعض منهم وشرحت وش النظرة نتاعو، الساعة قالت ما تتسنيش، أنا حسيت في وقت من الأوقات نوع من تتيح الضرر في القضية هذه فبعدت، ولكن مازال ما تقلقش بيا خاطر أكثر واحد كان يضرب ولا راهو بن علي، بن علي بالنسبة لو كان يضرب برشا ويتحكم في برشا ناس وما تعرفهمش، أما الثابت أما لو خرج من البلاد هذه وأنا بشكل عام لو كنت نقص في الفترة الأخيرة من الثورة أكثر معارض محاصر بعد السيارات والدرجات وعمل الأمن إلى آخره، فتصورش كان شخص يقبل بشيء يقع الضغط عليه ويشل بن علي ويجيو أبطال بعد 15 في قال شنو المسؤول أنت شكون أنت اللي خليه ولا شكون باش يضغط عليه، طبعا مش صحيح. خليك الإسباس حر هي الكاميرا قدامك، دونك خليك لهنا سنة ميت ولا قد ما تحب وقت تقول كنت حرب على حرب حرب. انا شو نقول؟ نقول ان شاء الله تونس تمشي للقدام، هذا اللي نتمنوه. متفائل بالطبيعه، الحب يتشام ومحرار، كل واحد متفائل وزاد نحن من قبل متفائلين في الوقت السعيد في ذلك تو. ان شاء الله نرجع حكينا برشا على ملف الفساد، نعاود نذكر بالحق بدون اي مبالغه هذاك الخطر الكبير. اكثر من السداد طبعا لازم نحتضن السداد هذا اكيد، ولكن نعاود السداد اكيد، ولكن مساله الفساد هذه مساله مهمه، ان شاء الله نجموا نتصدروا لها بشكل مناسب. الى اي درجه مستشري بشيء يوجع القلب، حتى عند برشا من يدعي كانوا معناها لسوء الحظ معناها المعارضين هذو الكل، بالمناسبه تحب تفهم على شد بن علي 23 سنه الحكم، شعب سكت عليه برشا حتى لو خبز زاد راهو عنده برشا مشاكل معناها ما تسمعناش باش تكون متاهل باش تطيح واحد كيما بن علي، وبرشا منهم يلمونا في السابق
وقوالد مسرعه من بعد سقوط بن علي، وخاصة كي طلعنا للحكومة كانت مكلفة برشا، خسرنا حتى أصحابنا إن شاء الله ربي يهديهم. نقول لهم راني كنت فايق بكم حتى في عهد بن علي، فايق بكم أنتم مش مشكلتكم حب الوطن برشا، تحبوا الوطن هذا صحيح لكن عندكم بعض المشاكل وتحبوا تظهروا ومقبولة في العالم كل عام تحاليل، حتى الناس الموديل القوي اللي عملوا مشكلته رجعوا الطفولة نتاعو عملوا تحليل وكل قال فما غايات شخصية أو نفسية معناها خلت يكون هذيك المعارضة قوية، كل نفهمكم نفهم اللي عندكم برشا مشاكل. نفهم اللي عندكم برشا مشاكل، أما كي ترفع شعار الأخلاق كونوا في المستوى. راني ما نسيتش ماني ما نسيتش الناس اللي وقفوا ورايا، ما نحب نقول فيهم حتى كلمة عيب. أما الشيء الثابت راني نحب نقول لهم فما فرق بيني وبينهم قبل، راهم ما كانوش خاسرين حاجة كبيرة من نضال بن علي خلاف اللي كله وقف فيه، معظمهم ما كانوش خاسرين حاجة كبيرة مادية. لأني كنت خاسر وفي البلاد هذيا المادة هي اللي كان يتحكم فيها بن علي في المعارضين نتاعو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك الصحة. شكرا. مع السلامة. يعطيك الصحة. صباح الخير.